في اللقاء الحكومة اللي احنا بدأناه من حوالي أكثر من شهرين، والنهاردة عندنا خبر كويس بس بنحب نقوله لكم، هو خبر جديد إن احنا الحمد لله بدأنا قناة على اليوتيوب تشانل، وأظن كلكم دلوقتي قادرين تشوفوا اللي احنا بقينا لايف على اليوتيوب، والويبينار ده حاليا لايف على اليوتيوب، وتقدروا تنسخوا اللينك بتاع الاستريمنج لأي حد من زمايلكم في أي صفحة على الواتساب أو كده. كل اللقاءات اللي فاتت متوفرة على اليوتيوب، تمام، بما فيهم اللقاء الأول اللي هو كناش سجلناه، احنا سجلناه ورفعناه، تمام. النهارده معانا ال and post metabolic post metabolic surgery psychological assessment والmetabolic surgery او bariatric surgery، هما الاثنين اسم واحد. دكتور محمد عبد الوديع اسماعيل هو استشاري الطب النفسي في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية في مصر، وكان طبعا شغال في مستشفى الخانكة للصحة النفسية. دكتور محمد عبد البديع من الناس الأكبر مننا في الزمالة المصرية، واحنا نعرفه من مستشفى العباسية، وزميل فاضل، وحاليا بيشتغل في دولة الإمارات. دكتور محمد عبد البديع استشاري الطب النفسي، بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دكتور احمد على المقدمه الجامده دي، و يعني شكرا ليك دايما على ان انت دايما بتدينا الفرصه وتشجعنا على ان احنا يعني نتبادل الافكار والمعلومات، وده المبدا اللي انا يعني وافقت من خلاله ان انا يعني اعرض المحاضره بتاعت النهارده. السايكولوجيكال اسيسمنت ما قبل وبعد عمليات السمنه من الحاجات اللي يعني الجديده عندنا في الطب النفسي وفي العالم كله عموما، حتى جراحات السمنه متوقع ان هي تزيد بشكل عام، وللاسف ما فيش مصادر كتير بتشرح ازاي نعمل الاسسمنت الخاص بالعمليات السمنه او جراحات السمنه، وايه اهميه الاسسمنت ده. من زمان جدا في يعني معروف ان all disease begins in the gut، قالها هيبوكريتس من اكتر من 2000 سنه، وجود عليه حتى الطبيب العربي الحارس بن كلدة ان الدواء في الحمية كمان. فمعروف ان المعدة يعني هي اساس المشاكل لمعظم الامراض، ومعناها عموما هي السمنة او زيادة الوزن. ومع ذلك انا بس حاب ان انا يعني انوه في الاول كده يا جماعه، احنا مش لازم نبقى بريكيوبايد بالاكل والتغذيه وكل حاجه محسوبه. هو طبيعي ان احنا وزننا يزيد ويقل مع الوقت، مش حاجه غريبه يعني. المهم ان احنا يعني نكون اوير بالمشاكل وازاي الاكل الصحي واللايف ستايل الصحي وممارسه الرياضه دي معلومات المفروض ان الانسان الطبيعي يبقى بيمارسها، لكن تطور الحياه والتغذيه، صناعه الاغذيه، دخول المانيفاكتشرنج هو اللي اثر علينا وهو اللي غير طريقه تفكيرنا. متوقع ان السمنه تبقى هي السبب الثاني اللي يمكن تجنبه من اسباب الوفاه بعد التدخين، ومتوقع ان السمنه تزيد في العالم، ان هي في مرحله من مراحل يعني في خلال مثلا 10 سنوات مثلا يصبح فقط 2% من البشر في البادي ماس اندكس الطبيعي النورمال. يعني دي حاجه مؤشر غريب جدا، يعني ان احنا كلنا هنبقى اوفر ويت او اوبيز. فأنا حابب إن أنا أبدأ النهاردة المحاضرة إن إحنا نتكلم شوية عن نقاط في التغذية والحمية
وشوية توضيح للأخطاء المعروفة أو اللي إحنا بنفهمها دايما من خلال الميديا أو الأفكار القديمة اللي المفروض نعدلها دلوقتي. فإحنا دلوقتي بنتعرض لنوع من أنواع الهجوم أو التغيير في نوعية الأكل المتاح لينا عن طريق صناعة الأغذية. الفود مانيفاكتشرينج أثر علينا بشكل كبير، إن هو خلى كل واحد فينا دلوقتي متاح ليه إن هو يأكل كميات كبيرة جدا بسعرات عالية جدا بأكل يعني لذيذ جدا، محفز لأن أنت ترجع له تاني بطريقة تخليك يعني شبه مدمن على النوعية دي من الأكل، بالإضافة لتحسن وسائل النقل والاتصال والتواصل اللي خلى نمط الحياة بطيء وما فيهوش حركة، أو يعني نمط الحياة اللي هو الفيزيكال، يعني إحنا دلوقتي ما عدناش بنتحرك كتير زي ما هو كان مطلوب مننا في فترات سابقة. حتى دلوقتي أصبح الحظر والكورونا بانديميك يعني بتأثر كمان بشكل ما على الوزن. كلمة بارياتريك جاية من كلمة بار، وهي كلمة لاتينية يعني كل ما يخص أو كل ما هو ليه علاقة بالتغذية. أول عملية جراحية خاصة بالسمنة كانت هي الجاستريك بايباس، اتعملت سنة 1959، ويمكن مش هي أول عملية يعني أو هي أول إجراء يعني اتعمل للتخسيس، يمكن حتى في القرون الوسطى ملك في أسبانيا خيطوا له بقه علشان وزنه ينزل يعرف يركب الحصان بعد ما خسر مملكته وكده، وبحيث أنه يشرب بس من سترو كده بس يدخل منها الأكل. ولكن على الرغم من أن احنا دلوقتي بقالنا حوالي أكتر من 50 سنة على جراحات السمنة، إلا أن يعني الجايدلاينز اللي موجودة على إزاي نعمل الجراحات دي وإيه الانديكيشنز بتاعها والأسيسمنت بتاعها، خصوصا السيكولوجيكال أسيسمنت، جاي متأخر جدا، ولسه في حاجات ناقصة يعني مش معروفة. في برضو مهم جدا نعرف ان دلوقتي ان الدايت بلانينج غير الاستربيشن، ما فيش حاجة دلوقتي اسمها اننا اديك نظام غذائي بالورقة وخش يلا روح كل اللي في الورقة دي وخلاص، ده ما هوش دايت بلانينج، ده نظام ما ينفعش، لان انا دلوقتي كل واحد فينا ليه ميتابوليك فينوتايب، وكل واحد فينا ليه افكار محتاج ان هي تتعدل عن طريق الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، محتاج ان انا اقعد معاه كدايتيشن او نيوتريشنست ان انا اعلمه ازاي نمط الحياه الصحي وازاي ان هو ياكل صح وهكذا. يعني ده دلوقتي المفهوم الصح في التغذية أو في علاجات السمنة. برضو عايز أتكلم شوية عن الميكروبيومز، لأن هي هتيجي معانا كتير جدا. في عندنا حاجة دلوقتي معروف إن الجسم فيه مجموعة من الكائنات أو الطفيليات أو البكتيريا أو الفيروس عايشة عليه، موجودة في أغلبها في الانتستين أو في الجات فلورا، الميكروبيومز دي بتأثر، أو إحنا لاحظنا إن هي بتتأثر بالحالة المزاجية وبالأمراض المختلفة. ومعروف إن الجينات بتاعت الميكروبيومز دي هي عبارة عن الميتا جينومز، وموجودة أغلبها في الانتستين. برضو البادي ماس اندكس كلنا عارفين إن هو ما زال هو الوسيلة الشائعة والأفضل والأسهل للقياس الوزن
المثالي أو الوزن الصحيح المطلوب، وعلى الرغم من أن في وسائل أخرى من أهمها برضو الويستر كونفرنس، ده برضو مؤشر ممتاز إلى حد ما، ولكن في يبقى هو البادي ماس اندكس عن طريق ان انا بحسب الوزن على مربع الطول بالمتر، يعني اسهل طريقة لمتابعة الوزن. طيب احنا لو حاولنا نفهم العلاقة بين الجراحات السمنة والأمراض النفسية بشكل عام، هنركز أكتر على الدبريشن، وبالتالي كمراجعة بسيطة إحنا عايزين نفهم إيه هي الباثوفيسيولوجي اللي موجودة أو اللي إحنا فهمناها لغاية دلوقتي في الدبريشن. ما زال طبعا إلى حد يعني كبير إحنا نجهل، زي معظم الأمراض النفسية، أسباب الدبريشن، ولكن طبعا إحنا عارفين إن في جينيتيك بريدسبوزيشن، في شوية لوكاي إحنا عرفنا أرقامها على كروموزومز، بالإضافة لدور الهايبوثالامس المعروف جدا من خلال الهايبوثالاميك بيتيوتري أكسس، ده يعني يعتبر من أكبر أو من أهم الحاجات اللي بتكنترول المود والرياكشنز، وحتى موجودة في الهايبوثالامس زي ما احنا عارفين الساتايتي سنترز والثيرمال سنترز. الهايبوثالامس تعتبر هي المايسترو المسيطر على الغدة النخامية زي ما بيقولوا زمان. وفي عندنا في الهايبوثالامس ريسيبتورز كتير جدا، من ضمنها الجريلين ريسيبتورز، والجريلين هو الهانجر هرمون، هنتكلم عنه باستفاضة قدام في السلايدات اللي جاية. في عندنا برضو من ضمن التفسيرات مؤخرا اللي بنحاول نفسر بيها نظريات الدبريشن، هي علاقة الجات مايكروبيومز بالانتست بالمود، وازاي ان هي بتتغير، وازاي ان في زي اتصال ما موجود حتى الان مش مفهوم بشكل يعني واضح ما بين الميكروبيومز او الميكروبس اللي عايشة عندنا في الانتستين وما بين البرين او المود. وهيفضل العلاقة ما بين الأوبيزتي والدبريشن علاقة ميوتوال أو متبادلة، ما حدش برضو فاهم إلى حد كبير مين البداية فيه. طيب لو حاولنا إن إحنا يعني نركز على أهم النقاط اللي يعني بتأثر أو اللي بيحصل فيها تواصل ما بين الجات والبرين، هنلاقي إن الجريلين هرمون وعلاقته بالهايبوثالامس، وكذلك الأبحاث الموجودة عن الميكروبيومز والدبريشن هي أكتر النقاط اللي إحنا بنقدر نفهم بيها إلى حد ما اللي هيحصل في البرياتريك سيرجري، بالإضافة طبعاً للسايكوسوشيال تشينجز وزي البادي إيميج والهابتس والكالتشر واللايف ستايل. هنا أنا يعني أوضح برضو إن إحنا عندنا في الجي آي تي مجموعة كبيرة جداً من الهرمونز اللي بتطلع من الانتستين من مناطق مختلفة، هنركز على أهمها هو الجريلين لأن الفايندينجز معظمها متعلقة به. الجريلين هرمون أو الهانجر هرمون المصدر الرئيسي بتاعه هو الاستومك، ويعني إحنا عارفين إن 90% من الجريلين هرمون بيطلع من الاستومك، ف
بيوصل للبيتيوتري والريسبتورز موجودة في الهايبوثالامس، والهايبوثالامس هي اللي بتأثر على البيتيوتري كذلك. يعني في مجموعة من المصادر الأخرى للجريلين هرمون، احنا عارفين انه بيطلع جزء منه في البنكرياس والهارت والنيورونز برضو، ولكن بنسب بسيطة جدا. ولكن يبقى الجريلين هرمون حاجة بالنسبة لنا غير مفهومة، زي ما في الدراسة الموجودة قدامنا دي، هو بيعتبر ان النمبر اوف ستاديز اللي موجودة عن الجريلين ما زالت قليلة جدا، ومعمولة على الحيوانات اكتر، ويبدو ان احنا عندنا اكتف فورم وان اكتف فورم، وما زال محدش متفق قوي على الطريقة اللي هنحلل بيها الليفل بتاع الجريلين. فهيبدو ان النتائج مختلفة لما بنيجي نحلل الهرمون ده. ولكن في علاقة هم يعني في البارياتريك سيرجري موجودة وثابتة في معظم الدراسات، ما بين البارياتريك سيرجري ونجاحها، وما بين نسب أو مستويات الجريلين هرمون عندنا. والعمليات اللي مش هتأثر على الجريلين هرمون هنكتشف إن هي غالباً ممكن تكون بتتأثر بالمايكروبيومز أو بالتشينجز اللي هتحصل فيها، زي ما نشوف بعد كده. طيب لو حاولنا نفهم اللي موجود حتى الآن عن الجريلين هرمون وعلاقته بالدايت والجراحات السنة، هنلاقي إن الجريلين هرمون بيطلع بشكل يعني متعلق بكمية الأكل اللي احنا هناكلها. لما هنجوع هو هيزيد، لما يحصل شبع المفروض ان هو يقل، مع العلم ان هو بيستجيب اكتر للكربوهيدرات والبروتينز. ولكن احنا اكتشفنا ان مرضى الانوركسيا نرفوزة بيفضل عندهم الجريلين مرتفع لأسباب مش مفهومة لغاية دلوقتي. فدي حاجة يعني تدل على إن طريقة كمية الغذاء اللي هيدخل أو الإحساس اللي هيحصل نتيجة الجوع أو كذا هيختلف الريسبونس بتاع الهرمون، مش بس الريسبونس عادي. يعني لازم يكون نزول كمية الأكل لما تنزل ما تنزلش مرة واحدة زي ما بيحصل مثلا في الأنوركسيا، وما تبقاش على لونج تير مثلا. كذلك ممكن نكتشف بعد كده ان احنا الجريلين هرمون ما هواش برضو بيستجيب ما بيستجيبش بشكل مباشر لجرعات الأكل أو كميات الأكل اللي احنا هناكلها، لأن في نظريات بتقول إن في حاجة اسمها الجريلين ريسيستنس هايبوثيسيس. احنا لما الأكل بينقص جدا احتمال إن بيحصل فيه مشكلة في الريسبتورز في طريقة تعاملها مع كمية الجريلين اللي موجودة أصلا، أو إن في احتمال إن يكون في عندنا بوليمورفيزم في بعض المرضى، يعني ان في ناس عندها كمية من الجينات بتتأكتف لما يحصل تغير كبير في مصدر الجريلين اللي هو احنا عارفين ان اغلبه بيجي من الاستومك، او في كميته بشكل مفاجئ او بشكل كبير بتنشط ريسبتورز تانية غير اللي موجودة او المعتادة. وهنكتشف ان الجريلين هرمون زي ما احنا شايفين في الدراسة اللي موجودة دي،
على اليمين الجريلين مستوياته مختلفة، يعني معظم الهرمونات ما بتتغيرش، أغلبها بتمشي مع الويت لوس العادي اللي بيحصل مع الدايت، لكن أو ليها نتيجة ثابتة، يعني إنك الهرمون ملوش عليه إجماع بالطريقة اللي هتحصل سواء زيادة أو نقص، في إجماع عليه. لكن الجريلين في معظم جراحات السمنة هتبص تلاقي في دراسات بتقول إن هو بيزيد، دراسات بتقول إن هو بيقل، دراسات بتقول إن هو بتغيرش. إيه السبب؟ غالبا هيرجع نتيجة إن في مشكلة بتحصل بعد العمليات دي، تفسيرها يمكن هو زي ما أنا قلت كده الجريلين ريسيستنس هايبوثيسيس، ودي وجهة نظري، أو الجين ريسيبتورز بوليمورفيزم. في عندنا على الشورت تيرم برضو احنا عارفين ان الجريلين سبريشن هيحصل، لكن على اللونج تيرم ما فيش اجماع، اغلب الخلاف موجود على اللونج تيرم وليس على الشورت تيرم، ويمكن ده ماشي شويه مع نتائج الابحاث اللي بتقول ان في تحسن مع مرضى الدبريشن، والخلاف اللي موجود مع الدراسات التانية اللي بتقول ان مفيش تحسن. معظم الدراسات اللي بتقول مفيش تحسن هي دراسات على اللونج تير، اما الدراسات اللي بتقول ان في تحسن هي دراسات على الشورت تير. دكتور محمد، ممكن بس هنا يعني نخلي الموضوع انتراكتف شويه، النقطه دي مهمه قوي، فممكن بقى تقولها تاني كده بالراحه. تمام. طبعا في كتير زي ما انت قلت بعض الدراسات، ويعني انا لما دخلت فيها شويه لقيت بعضها بيكون ناس ليهم كوميرشال بايس ومعروفين، احنا عارفينهم بالاسم لان انا دخلت شفت المؤلفين والديسكلوجر بتاعهم، فهم يمكن روجوا كتير في مرحله ان الجراحات ديت الميتابوليك سيرجري او البرياتريك سيرجري ديت كلها انتي ديبريسنت، وهتحسن الديبريشن بسرعه، في حين زي ما انت قلت اللي في دراسات تانية هتقول لنا اللي على المدى البعيد المرضى دول محتاجين يعني متابعه كده، فياريت لو يعني الحته دي بقى ايه بالراحه كده وتقول لنا. تمام، سامعني كويس؟ الو، مسموع؟ طبعا مسموع يا دكتور محمد. انا بس حبيت اعمل هايلايت على النقطه دي، لان فعلا النقطه دي فيها يعني زي كونتروفيرسي في الاستاديز، شفنا بعض الاستاديز بتبروموت الجراحه دي واستاديز ثانيه بتتكلم اللي هي ليها طبعا توابع نفسيه جامده. تمام، خلينا بس الأول نتفق إن الموضوع ما زال في طور يعني الدراسة، وإن في خلاف كبير، وإن الجريلين نفسه غامض بالنسبة لنا زي ما أنا قلت، قياسه ما هوش متفق عليه، بيحصل له إن أكتيفيشن أو أكتيفيشن، وفي يعني معظم الدراسات القليلة أصلا على الحيوانات. تمام، فالحكاية بتقول ان احنا لما الجريلين لما بنعمل دايت عادي جدا، لما بنجوع ووزننا بيقل كمان، الجريلين نسبه بتقل في الدم، ومتفق على معظم الدراسات بتلاقي نفس النتائج. المشكلة لما الناس بتعمل بارياتريك سيرجري، في ناس بينزل عندها الجريلين، وفي ناس بيطلع عندها الجريلين، وفي ناس بيثبت عندها الجريلين. هم مين بقى؟ احنا بنحاول نفصل. انا بقول ان في احتمال يكون في جريلين ريسيستنس بيحصل، او زي ما هو موجود زيجمان مثلا بيقول، او في جين ريسبتورز بوليمورفيز بيبقى موجود عند المرضى دول فبيتاكتف، وبالتالي تحصل المشكلة وتظهر أعراض الدبريشن أكتر أو تزيد. تمام كده؟ تمام يا دكتور محمد، فضل. بس حبيت هايلايت النقطة ديت، لأنه طبعا أي حد هيقرأ في الموضوع دوت هيحس بالكونتروفيرسي، وزي ما أنت قلت فعلا إن في حاجات شورت تيرم، في حاجات لونج تيرم، وفي بعض الناس كانوا بيوصفوها كده اللي هي الهانيمون بيريود، يعني اللي كان في فتره شهر العسل في الاول كده، وبعد كده طبعا المشاكل بتحصل.
شكرا دكتور. معظم الجراحين بينسبوا الهانيمون بيريد دي ان هي بتخلص لان المرضى دول ما تحسنوش او رجعوا في الوزن، هم بيفسروا ده بالشكل ده، ولكن انا يعني اعتقد ان في اسباب تانية، يعني بدليل ان في مرضى، في دراسات بتقول ان مرضى الدبريشن بتزيد وبيخشوا في سويسايد بعد البارياتريك، واحنا شفنا حالات برضو زي كده. ما اقدرش اقول ان انا عامل احصائية او اقدر يعني اطلع نسب او كذا، ولكن في احصاءات تانية بتقول العكس. طب ايه السبب؟ انا بقول يا اما الجريلين يا اما الميكروبيوم، او احتمال الاثنين، او احتمال حاجة ثالثة. يا رب يكون في حد معانا يقدر يفيدنا او يعني نستفيد منه اذا كان عنده اي نظرية او معلومات احنا ما وصلناش ليها. تمام. اوكي. طيب. في عندنا نوعين من البكتيريا بيمثلوا 90% من الميكروبيوم. احنا عندنا اكتر من 1000 سلالة موجودة في الجت، اهمهم البكتيريوتايتس والفيرميكيوتس. النوعين دول يعتبروا اكتر نوعين عليهم دراسات لان هم اكتر نوعين موجودين طبعا عن طريق الفيكال اناليسز، بيعملوا زي دي ان اي اناليسز للميكروبيومز اللي موجوده وبيقدروا يعرفوا ايه هي الانواع المختلفه. بعد البارياتريك سيرجري اكتشفنا ان في تغيرات بتحصل زي او مشابهه جدا للتغيرات اللي بتحصل عند مرضى الدبريشن، بالذات السيفير دبريشن. في دراسه بتقول ان الفيرميكيوتس بكتيريا نوعين منهم بالذات اللي هم الكوبروكوكس والدايلستر بينقصوا جدا عند مرضى الاكتئاب. كذلك نفس الفايندينجز دي موجوده في اللابروسكوبيك جاستريك سليف. تمام. لما بيعملوا الدراسات على حاجه زي البلاسيبو او الشام سيرجريز بيلاقوا ان الميكروبيومز دي ما بتتغيرش، بتفضل زي ما هي قبل العمليه وبعد الشام، يعني زي كنترول ستادز. الدراسه الكبيره اللي هي منشوره في كسيستماتيك ريفيو الاخيره، يعني هم كانوا عباره عن 21 دراسه اتعمل زي سيستماتيك ريفيو ليهم، لقيوا ان فعلا الفيرميكيوتس بتزيد والبكتيريوتايدز بتقل. دكتور محمد، ممكن بس يعني في ناس كتير مش هيكون عندها خلفيه عن كلمه الميكروبيوم وكده، ممكن تدينا كده خلفيه برضك من خبرتك، وخاصه انت عارف ان الكلام كتير عليها في المود، فيعني لو توسع. تمام. هو بدايه انا ما سمعت عن الميكروبيومز دي اعتقد كان حاجه اتنشرت عن الاي دي اتش دي، يعني على ما اذكر يعني. فهو الميكروبيومز دلوقتي داخله في امراض كتير جدا، يعني في بعض الدراسات يعني بتربطها بمعظم الامراض. احنا عندنا اكتر حاجه حتى الان يعني عليها دراسات في الميكروبيوم هي علاقته بالدبريشن. فالميكروبيوم دول زي ما قلنا هم عباره عن البكتيريا اللي عايشه في الجت، قلنا ان في اكتر من 1000 سلاله، الألف سلالة دول بيتلخصوا تحت ستة أنواع كبيرة. الستة الكبار دول في منهم نوعين اللي هم البكتيريوتايتس والفيرميكيوتس، هم أكبر أو 90% من البكتيريا اللي موجودين عندنا. في الدبريشن إحنا عارفين إن الفيرميكيوتس بيقلوا والبكتيريوتايتس أو البكتيريوتيدز دولي بيزيدوا.
فنفس الفايندنجز دي لو رجعنا الدراسات المعمولة على البارياتريك سيرجريز هنلاقي ان نفس التشينجز بتحصل مع المرضى، بالذات مع المرضى اللي بيحصل لهم ديبريشن بعد البارياتريك سيرجري. اوكي الو تمام دكتور تمام انا سامعك بس انا بقفل الميكروفون. نحب نزود او حد عنده اسئله يا ريت يعني، لان اللي جاي هيبقى اكتر بقى ندخل في الكلينيك يعني كل اللي فات ده. حتى الان مفيش اسئله، لو حد شباب عايز يكتب اسئله يكتبها في الكيو ان اي او يرفع ايده ويشارك. انا بس عايز ازود حته دكتور عبد البديع في موضوع الميكروبيوم، ان هو طبعا يعني الكلام اللي كان بيتقال اللي هي عليها علاقه بال السيروتونين سينثيسيس من الجي اي، والسيروتونين طبعا له علاقه بالمود، وعشان كده طبعا بالزبط. الادويه اللي هي الهاي كارب دايت والفات هي دي بتتاثر على الميكروبيوم، والاغذيه اللي هي طبعا شبه الميديتيرينيان اللي فيها الاسماك وفيها الخضروات بتحسن، وكان لسه في كده زي استادي معموله على الاكلات اللي هي شبه الميديتيرينيان وكده، وتعمل عليها كونسلنج مع المرضى لمده ربع ساعه كل مره في العياده. مرضى المود انا بتكلم على المود اللي هم على المود ازاي يظبط اكله، ازاي يقلل الكربوهيدرات وكده، ولقوا الافكت سايز بتاعها يعني 0.6 وده رقم ضعف الافكت سايز بتاع الانتي ديبريسنت العاديه. تمام. فبما انها يعني تكنيك رخيصه وسهله، لو احنا قدرنا نعمل كونسلنج للمرضى بتوعنا على الاكل وكده، فاحنا برضك بنحسن موضوع الميكروبيوم اللي الدكتور محمد بيتكلم فيه هنا. بالظبط. بس كويس ان يعني انت لفتت نظري او فكرتني بنقطه، ازاي الميكروبيومز دي احتمال تكون هي بتاثر على المود. البكتيريا دي اكيد بتفرز حاجات، يعني كل انواع البكتيريا اللي موجوده دي مش موجوده كده او ساكته، يعني اكيد هي بتطلع مواد كيميائيه، بتطلع حاجات شبيهه بالهرمونات، بتوصل للمخ. عامله بالانس في الجي اي واشهر حاجه احنا عارفينها طبعا السي ديف اللي هو بيحصل بعد الانتي بايوتكس، اللي هو البكتيريا اللي بتعمل نوع من انواع الكولونايتس بعد الانتي بايوتيك. فاذا كان ده بيحصل على مستوى الفيزيكال هيلث اكيد زيه في المينتال هيلث. بالظبط. لكن برضو في دراسات بتقول ان احتمال تكون البكتيريا دي بتتأثر بينا، يعني احنا اللي بنسيطر عليها اكتر، واحنا اللي بنطلع هرمونات او الافرازات المعدية والمعوية اللي هي يعني الهاضمة والحاجات دي، يمكن هي اللي بتخلينا نغير البكتيريا اللي موجودة جواها. تمام تمام. طبعا جراحات السن بتغير جدا يعني الهرمونات دي يعني. تمام. ايوه تمام. لو حد شباب عايز يشارك يستخدم علامه الكف دي واحنا نخليه يتكلم معانا، لان هو الجزء اللي جاي ممكن يكون مختلف شويه، فدكتور محمد عايز يعني ينهي الجزء ده. طب اتفضل يا دكتور محمد كمل لو في حد يعني شارك. طيب احنا ذكرنا في البداية ان جراحات السن على الرغم ان هي يمكن بدأت من 1960 اول عملية، وكمان على فكرة العمليات دي كانت مبنية على عمليات كانت اتعملت لمرضى زي مرضى السرطان مثلا، واكتشفوا ان هي بتخسس، فيها عمليات قديمة جدا مش عمليات جديدة. ولكن على الرغم من ذلك شوف من الستينات ما فيش غير يمكن في 1995 اول إجماع على الكرايتيريا الخاصة بعمليات السمنة من الناحية الجراحية كمان أكتر يعني هم يعتبروا فعلا حطوا أهم القواعد برضو في السيكولوجيكال أسيسمنت لجراحات السمنة، ولكن برضو هي توصيات عامة recommendations، ما فيش تفاصيل يعني توضح قوي ايه اللي المفروض نبص عليه، ايه اللي احنا نتوقعه، ايه اللي ناخد منه، ايه اللي ممكن نعمله. وكذلك حته مهمه جدا يا دكتور محمد، ودي يعني انا عايز بس اكد هنا حته، ان هو شباب الدكتور محمد بيتكلم في حته لسه بادئه جديد، يعني لسه بادئه جديد في العالم، اللي هو موضوع السايكولوجيكال اسيسمنت او السايكاتريك اسيسمنت. ولذلك يعني انا بعتبر بصراحه يعني الدكتور محمد من الرواد في الحته دي، لان هو في اخر المحاضره ده هيدينا كده زي سكيما نمشي عليها،
والسكيما دي احنا بنتناقلها بيننا وبين بعض بقالنا اكتر من سنتين ثلاثه، المجموعه القريبه من الدكتور محمد. فهو فعلا الموضوع مش منتشر، يعني احنا لو فتحنا اي تكست بوك من التكست بوكس بتاعتنا مشهوره في السايكاتري مش هنلاقي ولا كلمه عليه. اشهر كتاب مثلا في الكونسلتيشن ليزون بتاع الام جي اتش مش متكلم ولا كلمه على البرياتريك سيرجري، والتكست بوك كبيره وكلها مقالات متناثره، وزي ما حضرتك قلت يا اما اوفر فيو يا اما مثلا انيشال ريكومنديشن او كده. فاحنا محتاجين في المرحله ديت اللي هو الوقت اللي لسه الموضوع ده بيتكون وبيقرب من السايكاتري اللي احنا نهتم بيه. وتيجي من هنا اهميه الكلام اللي هيقوله الدكتور محمد. في المنطقه العربيه هنا كتير من الدول والحكومات بقت بتدعم الجراحات دي، لان هي بقت جايد لاين في علاج النوع الثاني من السكر او في علاج بعض انواع السمنه. فبالتالي بنتطلب احنا كاطباء نفسيين بطريقه روتينيه اللي احنا نقيم المرضى دول. فمن هنا يا جماعه تيجي اهميه الكلام اللي احنا بنقوله النهارده. احنا مش بنتكلم في موضوع يعني فلسفي شويه ولا رفاهيه علميه، لا، احنا بنتكلم في موضوع دخل في الهيلث بوليسي بتاع الحكومات، زي ما هيبان الدكتور محمد هيجيب دولتين هنا في المنطقه العربيه ازاي بيتكلموا فيه. بدا يطلب الدكتور النفسي بطريقه روتين، بدا الجراحين يبقى عندهم وعي. فانا بس عايز اكد على الحته دي دكتور محمد، الموضوع لسه في اوله. فأنا شايف إن أنت يعني المحاضرة بتاعتك دي هتبقى ريادة وعلامة في الموضوع. الله يكرمك، ولا ريادة ولا حاجة. أنا بحاول إن أنا يعني أجذب ألفت الانتباه، يمكن حد يساعدني، لأن أنا فعلا كنت في يعني في محتار. يعني أنا لما تعرضت للموضوع ده في البداية ما لقيتش سورس، ولا يعني عرفت أوصل بسهولة للمعلومات. حاولت أجمع قدر الإمكان معلومات، يمكن الكلام ده حصل من أكتر من 3 سنين، لكن إلى الآن لما باجي أراجع عليه، وكتر خيرك يعني إن أنت خليتنا نراجع، ما بلاقيش برضو معلومات كبيرة أو إجماع أو جايدلاينز محترمة نمشي عليها. فإن شاء الله يعني يكون المستمعين يساعدونا، حتى يعني يمكن هم حد يكون عنده خبرة يتابع معانا. احنا كنا بنقول ان من سنة 1995 ظهرت اول توجيهات او توصيات لجراحات السمنة، وكمان في 2019 قريب جدا كان في توصيات نزلت خاصة بالريفيجنال بارياتريك سيرجريز، اللي هي بتتعمل في حالة فشل العملية الأولى، بيبقى في ممكن يتعمل عملية تانية إن هي تزود قابلية نزول الوزن أو عدم قدرة المريض إن هو يأكل أو عدم القدرة على امتصاص الأكل أكتر. ففي مؤخرا في 2019 كونسنسس برضو ما فيهوش جايدلاينز للسايكاتري، هم بيحطوا السايكولوجي او السايكاتري السايكاتريك اسيسمنت على اساس ان هم عارفين ان في مشكله، بس للاسف ما بيلجأوش لحد متخصص ان هو ينظم او يراجع او يحط، يمكن لان هو موضوع جديد. هو طبعا كمان هنا في حته ساخره شويه دكتور محمد، انت عارف كل الدكاتره في التخصصات الثانيه بعيده عن الطب النفسي بيعتبرونا احنا والسايكولوجيست والسوشيال وركر كده ايه، بنيكه واحده كده مع بعض. وحتى ده هتلاحظه في المنشورات وفي القراءات، هم ما بيفرقوش بين السايكولوجيست والسوشيال وركر والسايكاتر، شايفيننا كلنا كده. هو احنا يعني هم للاسف مش شايفيننا كده، هم مش قادرين يفرقوا يعني. تمام ان هو انا اظن كتير من المرضى دول يعني يحتاجوا سايكاتريست اللي هو كلينيكال سايكاتريست. الاثنين يعني هو لازم الاثنين، انا في وجهه نظري لازم الاثنين يبقوا موجودين، لان في تمام. في زي ما هنقول قدام شويه في سكيلز، في اختبارات ممكن تتعمل بتساعد جدا في اكتشاف حالات او متابعه حالات او كذا. الناس اللي عندها ديبريشن زي ما قلنا في خلاف في اذا كانوا هم اصلا إليجابل يعملوا العمليه ولا ما يعملوش، وفي خلاف في الدراسات المنشوره على الشورت تيرم واللونج تيرم،
مين فيهم الصح هنشوف في السلايدز اللي جاي. انا حابب هنا اشرح شويه مع ان انا مش جراح وما بفهمش بصراحه قوي في العمليات، بس ما ينفعش انا اروح اعمل اسيسمنت لواحد هيعمل عمليه وانا مش فاهمها، انا مش فاهم العمليه. هو ده دور الجراح طبعا اساسا في الاول، ان هو يقول للمريض بتاعه ايه نوع العمليه اللي هو يعملها وايه هو المضاعفات وليه اختار له دي وليه ايه المشاكل اللي ممكن تحصل ايه المميزات. ولكن انت بما انك سايكاتريس وهتعمل اسيسمنت برضو لازم تبقى عارف هو المريض فهم حاجة صح. طب انت فهم ايه هو الصح انت كمان كسايكاتريس ولا لا؟ مش هنتخطى دور الجراح طبعا ولا هقول له ان دي احسن من دي ولا، بس انا هشوف هل هو فعلا وصل المعلومة، هل المريض فعلا عارف هو داخل يعمل انهي عملية وليه وازاي وكان ممكن هو يختار حاجة احسن له ولا لا، من ضمن التقييم النفسي اللي هيتعمل. فاحنا عندنا الخلاصة بتقول ان في ثلاث انواع من عمليات السمنة، restrictive وmalabsorptive وcombined الاثنين مع بعض. فالrestrictive دي اللي هي تعتبر اقدم او البداية، والmalabsorptive هي المعقدة اكتر، والcombined هي اللي زي ممكن يعتبروها في الاخر يعني الحل النهائي يعني. فالريستريكتيف هي الجاستريك سليف، دايما بنسمع الكلمه بتاعه سليف هي اشهرهم، وزي ما احنا شايفين في الصوره كده هو بيشيل جزء كبير من المعده ويسيب حته كده بيسموها زي على قد كانها في حجم البنانه حجم الموزه، ويقول لك خلاص هي دي المعده اللي فاضله لك. تمام، طبعا احنا عارفين ان هو ده الجزء الاكبر اللي بيطلع الهرمون، تمام، اللي هو الجريلين هرمون او الهانجر هرمون. وموجود عندنا اشهر عمليه في المره بزورته هي البيليو بانكرياتيك دايفيرجن، والعمليه الثالثه اللي هي الرو ان واي او تحويل المسار زي ما احنا بنسمعها دايما، من اكتر العمليات اللي بتتعمل هي تحويل المسار والجاستريك سليف. يجي برضه كويس يا دكتور محمد اللي انت قلت لنا الاسامي بالعربي، لان طبعا احنا مش جراحين بس نبقى فاهمين الشكل العام اولا زي ما حضرتك قلت، عشان موضوع الكاباسيتي بتاعه المريض اللي احنا فهمنا هو فاهم صح ولا لا. ثانيا زي ما انت قلت بعض الحاجات لها توابع زي مثلا الموضوع السليف وعلاقته بالجريلين ومثلا موضوع الرون واي دي، لان طبعا بقت هي كتيره قوي يعني احنا كتير يجي يقول لك تحويل المسار وكده. واظن كمان في حته تانية انا لسه بحاول افهمها ممكن تكون فاهم احسن مني، اللي هو علاقه الجراحات ديت بطريقه الاكل بتاعه المريض بعد كده، وهل هو يحتاج سبلمنتيشن ازاي وايه اللي هو هيحتاجه في السبلمنتيشن، لان السبلمنتيشن دي ممكن يكون لها علاقه بالمود وكده. هنقول ده ممكن قدام شوية، ولو ان انا برضو مش الخبير قوي في النقطة دي يعني. بس عايز ازود قبل ما انسى ان في عندنا كاتيجوري ممكن نعتبره كده برضو رابع، اللي هو الريفيجنال سيرجري. زي ما قلنا دي الجراحة اللي هي ممكن تتعمل بعد ما المريض ما يخسش او يبدأ يزيد من تاني، فيروحوا مقررين ان هم يعملوا له عملية تانية. نسبة الناس اللي هتحتاج ريفيجنال سيرجري في الريستريكتيف 10%، لكن في الكومبايند ممكن توصل ل 5%، يعني الريستريكتيف أقل نجاحا من المالابسوربتيف والكومبايند. دي عملية كده ممكن تعتبروها 5 يعني دي حاجة كده أنا لقيتها فايندينجز يعني ما أعرفش أهميتها إيه، لكن في شركة عاملة زي حنفية ستومك تاب بينزلوا الأكل برا بعد ما يأكلوا أكتر من اللازم. طبعا دي حاجة جميلة جدا، ما هيصدق مرضى البوليميا أو المرضى بتوع الإيتينج ديس أوردرز إن هم يعملوها،
ولكن برضو ما اعتقدش ان هي عمليه ناجحه قوي يعني، مش مشهوره يعني. انا ما لقيتش، على الرغم ان هي FDA approved وكده، بس العمليه فيها كومبليكيشنز، ان انت ممكن يحصل فيستولا، ممكن دايما بيبقى في مجال لحدوث انفكشن من بره يدخل. الفالف اللي محطوط ده ما بيقعدش اكتر من 6 اسابيع، حوالي 100 مره يمكن المريض بس هو اللي يقدر يستخدمه 100 مره، ولازم الفالف يتغير تاني. لازم يكون الاكل يعني ليكويد جدا، ما ويكون كميته كبيره قوي عشان يقدر يستخدم او يستفيد من الفالف، لانه بيبقى محطوط في مكان عالي من الاستوب. طيب خلينا هنا نشوف ايه الفرق ما بين الريسك اللي موجود بين البارياتريك سيرجري والاوبيزيتي. انا لما هعمل اسيسمنت لمريض رايح يعمل بارياتريك سيرجري، لازم اكون انا برضو حاطط في الحسبان ان الراجل ده زي ما ممكن يحصل له ديبريشن او سوسايد او انكزايتي او اي سايكاتريك ديس اوردر، هو في احتمال كبير ان هو يموت من السمنه نفسها، فالمورتاليتي ريت من الاوبيزيتي عالي جدا. انا لازم احط ده في اعتباري، مش معقول ان انا يعني همنع مريض ان هو يعمل جراحات السمنه عشان خاطر ان هو احتمال يحصل له ديبريشن او احتمال يحصل له، في حين ان هو احتمال ان هو يجي له يعني ديث، ان هو لا قدر الله يموت، او هارت فيلير او كانسر ديابيتس، كل الحاجات دي قصاد النهايه ان لما احميه منها ممكن تبقى افضل من ان هو من احتمالات ان هي او هي تبقى اكبر من احتمالات ان هو يجيله الدبريشن والسايكاتريك ديس اوردر. فلو قارنا كده هنشوف ان المورتاليتي ريت عالي جدا في الاوبيزيتي، بيزيد 4 اضعاف بعد البادي ميس اندكس اللي هو فوق ال 40 اللي هم الفيري اوبيز. كذلك الهارت فيلير بيزيد بحوالي 6%، الكانسر معروف ان هو بيزيد مع الناس الاوبيز. المورتاليتي برضو في جراحات السمنه ممكن نعتبرها في حدود 1 إلى 2 في الألف. تمام، برضو لما انا هاجي اتكلم عن مريض هفهمه ان دي جراحه وان في مورتاليتي وان في كومبليكيشن، انت مستعد للكلام ده؟ والا انا مش هبقى انا كده يعني عرفت هو فاهم ولا مش فاهم. في مرضى كتير بيخشوا عمليات السمنه في البدايه مفكرين ان هي عمليه تجميل او شفط، مش فاهمين ان دي عمليه، او فاهمين ان هي عمليه سهله جدا وتطلع بسرعه تاني يوم فعلا بيروحوا ومفيش مشاكل. لا، في التزامات، المفروض ان هو يبقى عارف ان في تلت المرضى هيحصل لهم دامبنج سندروم، والدامبنج سندروم دي يعني صعبه، بيبقى فيها نوزيا وفيها يعني فتيك، فيها احساس صعب، ممكن المريض اصلا ما يكونش مستعد ليه. برضو في جزء كبير منهم هيدخل في مال نيوتريشن، الهرنيا، ان هو يخش في عمليه تانية 10% زي ما قلنا في بعض انواع العمليات، ان هو يعمل سوسايد. طب يعني برضو دي برضو نسبه ما موجوده في المرضى اللي هيعملوا البارياتريك سيرجري، صح 4 في 10,000، لكن برضو اكتر من المعدل الطبيعي في الناس. هنا في الدراسة دي أنا شايف إن هي يعني بتوضح الكونسيكونس بتاع الدبريشن، المرضى اللي عندهم دبريشن ما بعد البارياتريك سيرجي. في خلال 3 سنين في حوالي 88% من المرضى بيقولوا إحنا اتحسنا. تمام؟ دولي حوالي 94 مريض كانوا دبريشن في الدراسة دي ودخلوا عملوا بارياتريك سيرجري، أغلبهم حس إن هم امبروفد، ولكن هيبقى في نسبة تصل ل 10% مش ساتسفايد. يعني دي نسبة كبيرة برضو، 10% لازم ناخد بالنا منهم، لأن هم دول الاحتمال إن هم يعني يعملوا السوسايد أو
يعني اللايف ستايل بتاعهم يزداد سوءا، فانا المفروض ابقى متابع. ملخص الدراسات اللي موجودة، اعتقد لان فيها خلاف كبير، اعتقد ان انا مضطر ان انا احط السلايد دي بتوضح اكبر يعني الميتا اناليسز او الريفيوز اللي موجودة على البارياتريك سيرجري وعلاقتها بالموت. في الدراسة الاولى بتقول ان التحسن في حوالي 5000 مريض هو تحسن في الاول، وان معظم المرضى دول بعد كده على اللونج تيرم ما بيحصلش تحسن في الديبريشن، تمام. ولكن لو اعتبرنا ان هم ما يعني ما زادوش في الديبريشن، انا ما عنديش مانع ان هم اللايف ستايل او الوزن، وان انا احميهم من الكانسر، من الهارت ديزيز، من المورتاليتي، برضو ما فيش مشكله، تمام. Metabolic surgery as the most effective treatment for obesity is associated with decrease in prevalence of common psychiatric disorder. دي دراسة تانية بتقول العكس. طيب احنا هنمشي مع مين؟ دراسة بتقول ان هي بتقلل الـ severe depression والـ suicide والـ addiction. عفوا، هي بتقلل mild depression والـ anxiety، بتقللهم، ولكن بتزود السيفير ديبريشن والسوسايد والادكشن، تمام. فلازم يعني نختار بشكل ما ان احنا نعرف نطلع المرضى اللي هم يعني اليجيبل ان هم يعملوا العمليه، او نقدر نتابعهم بشكل افضل، بشكل مختلف عن المرضى التانيين. اكبر دراسه موجوده تحت دي اعتقد معموله في السويد، حوالي 22,000 مريض. المرضى دول بيقولوا ان نسبة السيلف هارم بتزيد حوالي 36 مرة بعد عمليات البارياتريك، والسوسايد بيزيد حوالي 4.5 مرة عن المرضى التانيين في نفس الفئة العمرية. يعني دي كوهورت ستادي ريتروسبكتيف. انا عايز اقول تعليق صغير هنا دكتور محمد. هو يعني الحتة دي بصراحة هي كانت بداية علاقتي بالموضوع ده. يعني أنا من حوالي 3-4 سنين كده في مناوبة في الطوارئ جت بنت تقريبا حوالي 24 سنة، وكانت عملت الجراحة دي من حوالي 3 شهور، وجاية بانتنشنال سيلف هارم ومعها سويسايدال انتنت، ولا عندها باس هيستوري ولا عندها فاميلي هيستوري. وقعدت طبعا أدور فيها على ستريسور ولا على أي ريسك فاكتور، وكانت بداية علاقتي بصراحة بالموضوع ده اللي أنا أقرأ فيه هي القصة ديت. ولما روحت قريت زي ما أنت شفت برضك الأوبزرفيشن ديت متكررة في حتت كتير من العالم، اللي في ناس كتير حصل لهم زيادة في السوسايدال بيهيفير وفي السوسايدال ثينكينج، ودي كانت بداية علاقتهم بالطب النفسي بعد الجراحة. فيعني الموضوع ده بما أنه هاي ريسك عايزين يعني ناخد بالنا منه، وتقول لنا طبعا خبرتك فيه. انا شفت حالات فعلا زي ما انت بتقول، فعلا بيقولي اول فيرست بريزنتيشن كده ديبريشن، وبعد كده بكتشف ان هو عامل بس على اللونج تيرم، بكتشف ان هو من زمان عامل عمليه بارياتريك. فانا حتى دلوقتي بقيت اعمل حتى سكريننج كده للمرضى بتوع الديبريشن والانكزايتي اللي بيقولي، بسالهم اذا كانوا هم عاملين بارياتريك سيرجري قبل كده ولا لا. أكيد في علاقة، يعني هو في علاقة، لكن هم مين المرضى دول اللي هيحصل لهم وإزاي؟ لغاية دلوقتي إحنا مش فاهمين. المفروض زي ما هنقول قدام شوية في الـ recommendations أو طريقة الأسسمنت أو كده، المفروض إن إحنا المرضى المتوقع واللي إحنا شاكين فيهم نعمل لهم post surgical follow up على المدى الطويل، ممكن يوصل لخمس سنين. الانتي سايكوتيك انديوسد ميتابوليك ديسفانكشن دي حاجه موجوده عندنا احنا في السيكاتري، حبيت ان انا بس يعني ايه ازودها كده، لان احنا دول المرضى بتوعنا نفهم ازاي نتعامل معاهم بحيث ان هم يمكن ما يضطروش او ما يوصلوش ان هم
يعملوا البارياتريك سيرجن. من ضمن الحاجات اللي احنا عارفين ان هي بتحسن الميتابوليك سندروم او الاوبيزيتي الناتجه عن استخدام الانتي سايكوتكس بالذات السكند جينيريشن هو الميتفورمين. بنستخدمه بيجيب نتائج كويسه جدا بالذات في لو هنستخدمه بدري مع اول او مع بدايه ظهور زياده في الوزن بيحسن جدا الـ او بيمنع ان الويت جين بشكل فعال يعني. بس ناخد بالنا في الميتفورمين ان هو ما لا يفضل مع مرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى او اللي عندهم هاي كرياتينين ولا الناس اللي هي قابل ان هم يحصل لهم لاكتيك اسيدوزز وان هو بيقلل نسبه الفيتامين بي 12 فبيحتاج سبلمنتيشن كويس زي مرضى الدايابيتس. و الغريب ان الناس اللي شغاله على الموضوع ده بيحاولوا يفسروا الاكشن بتاع الميتفورمين ده على الوزن ان هو عن طريق الهايبوثالاموس برضو غالبا عن طريق الجريلين هرمونز زي ما شرحنا قبل كده او عن طريق الميكروبيومز زي برضو ما قلنا. وبرضو موجود من ضمن الحاجات المستخدمة في على فكرة حاجات غير الميتفورمين مستخدمة برضو في موضوع الميتابوليك سيندروم بس هم دول اكتر حاجتين مستخدمين. ممكن الميتفورمين مع التوبيروميت بس برضو ناخد بالنا اكتر ان نسبة حدوث الميتابوليك اسيدوسيز اعلى. برضو دي حاجة خاصة بينا احنا شوية احنا كسايكاتريست مش معقولة يكون انا عندي مريض خلاص قررنا ان هو يعمل بارياتريك سيرجري وما بقاش عارف ازاي اتصرف لما هيدخل العملية دي. كان في احد الزملاء ناقش حالة مشكورا واستفدت من المناقشة جدا بصراحة. يعني الخلاصة في الموضوع ده ان انت لازم تراجع مع الطبيب الجراحة والتخدير قبل العملية ادويتك وتفهمهم ايه هي المشاكل اللي فيها وازاي ايه هي الادوية وايه العملية اللي عملوها وايه مدة العملية. انتوا يعني كتيم بتقرروا ايه هو الافضل وايه الادوية اللي ممكن المريض يكمل عليها مع الاخذ في الاعتبار طبعا اهم حاجة عندنا في ادويتنا هي الكيوتي برولونجيشن. وان انت برضو بتعرف المريض ايه هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل نتيجة الادوية اللي هو بياخدها اثناء العملية وبعد العملية. احتمال يحصل لك ريلابس، احتمال ان انت كديبريشن الموضوع يزيد معاك نتيجة مؤقتا ان انت اضطرينا نوقف الدواء او نتيجة ان هو الدواء نفسه هيحصل له مالابزوربشن مش هيمتص كويس بعد العملية خصوصا لو العملية فيها تحويل مسار او لو الدواء اللي كان بياخده معروف ان هو لايبوفيليك او بيحتاج الفيرست باس ميتابوليزم بتاع الليفر مفروض ان احنا بعد كده كمان ممكن نغير الدواء. افضل ان احنا نتجنب الاكستندد ريليز تابلت ونقرب شوية ونخلينا مع الاميديت ريليز تابلت. برضو نبعد عن الادوية اللي هي ثيرابيوتيك اندكس بتاعها صغير. نحاول لو متوفر نعمل مونيتورينج او سيرم دراج ليفلز قبل العمليه لان انت قبل العمليه المفروض مش هتدخل غير وهو ستيبل. فالمفروض لو انت ستيبل من الناحيه السايكاتري يعني تبقى عارف ايه هو الدراج ليفل قبل العمليه فتقدر بعد العمليه تقيم الليفل اللي انت عايز توصل له. برضو ما فيش دراسات موجوده كبيره غير يمكن دراسة واحدة هي اللي عاملة
مقارنة للأدوية النفسية بالذات الأنتي ديبريسنتس. هم كاتبين إن السيتالوبرام مع الفيلا فاكسين أكتر دوائين ما بيتأثروش قوي خصوصا مع الجاستريك بايباس. أنا هنا أحب أكد على تعليقك يا دكتور محمد في نقطتين. الأول التعليق اللي أنت قلته، خلينا بس في السلايد دي لحظة اللي فاتت، اللي هو إن أكتر أدوية نفسية، لو إحنا بتكلم طبعا على شغلنا إحنا، أكتر أدوية نفسية درست مع الجراحات دي هي طبعا الأنتي ديبريسنت. فبالتالي يعني دي اللي إحنا يمكن عندنا معلومات فيها كتير وعارفين زي ما قال الدكتور محمد. أكيد وهو أكيد لسببين. معلش أحب أكد على تعليقك يا دكتور محمد. معايا؟ أنا سمع. هو أكيد لسببين، لأن المرضى اللي هم غير الدبريشن أصلا مش هيدخلوا العملية دي، مع أن أنا أختلف. يعني هو المفروض لو مريض سكيزوفرينيا إليجابل أن هو يدخل، وبقى يعني إنسايتد قدرنا نعمل له إنسايت يدخل، بس ده نادر جدا أصلا. صحيح. هم أغلبهم دبريشن اللي بيخشوا، لأن هم عايزين صحيح. معتقدين كمان أن الويت ريدكشن هو اللي يحسن المود بتاعه. احنا عاملين زي الدائره المفرغه البيضاء والكتكوت، هل هم اصلا الاوبيزيتي اللي جابت لهم الدبريشن، ولا هم عشان ديبريست فحصل لهم مال نورشمنت. بس التعليق الثاني سريعا عشان ما اطولش عليك، هي حته النارو ثيرابيوتيك اندكس، لانه برضك في حالات كتير اتسجلت مع الليثيوم ان حصل له توكسيستي بعد الجراحات نتيجه اللي هم المرضى دول نوزيا وفوميتنج وديهايدريشن، واحنا عارفين طبعا الديهايدريشن هو عدو الليثيوم. فهما بس دول النقطتين اللي حبيت اقولهم معاك، ان هو موضوع الانتي ديبريسنت احنا عندنا معلومات كتير عنها زي ما كتب الدكتور محمد. موضوع الليثيوم هناخد بالنا ان المرضى دول لازم يهتموا كويس بالسوائل والشرب بعد الجراحات، لانه بيتعرضوا كتير لعمليه الجفاف. تمام، شكرا. دي مجموعه من الجايد لاينز، او هي مش جايد لاينز، هي اغلبها زي ريكومنديشنز بالنسبه للسايكولوجيكال اسيسمنت. يعني هم دايما اللي بيعمل التوصيات دي الجراحين او الجمعيات الخاصه بالجراحه، وبيركزوا على نوع العمليه واجراء العمليه والمضاعفات العمليه وما بعد العمليه بالتغذيه وكده. والسايكولوجيكال اسيسمنت بيتقال، ولكن يعني على استحياء، ما حدش بيشرح بقى ايه هو السيكوريتي اسيسمنت المطلوب وايه اللي ممكن يتعمل بالظبط واحنا المفروض نبص على ايه. فانا حبيت احط المجموعه من الجايد لاينز او اهم الريكومنديشنز اللي احنا لقيناها. وبصراحه اكتر ريكومنديشن يعني اعتمدت عليها من البدايه لغايه دلوقتي شايف ان هي مفصله بشكل كبير، هي الأوفرفيو باي أمريكان سوسايتي فور بارياتريك سيرجري اللي طالعة من 2004 وموجودة. لو كتبت بارياتريك سيرجري أسيسمنت يمكن هتطلع أول واحدة عندك في جوجل. يليها مؤخرا مبارح، قبل بس يعني ما ننقل الحتة دي دكتور محمد، هو واضح من السلايد اللي فاتت زي ما انت شايف ان عندنا يعني ادي في حكومتين في المنطقة العربية، في الإمارات وفي السعودية، بدأوا يدعموا الجراحات دي، والجراحات دي بقت مدعومة من الحكومة. يعني أنا عندي هنا بشوف مرضى سعوديين كتير الجراحة دي بتتعمل على حساب الحكومة، يعني وزارة الصحة أو غيرها اللي بتعملها. فبالتالي أنا بس بقول اللي إزاي الموضوع هيبقى منتشر اللي احنا نشوفه كتير. يمكن احنا لسه في مصر شوية الجراحات دي الناس بتروح تعملها في القطاع الخاص، لا احنا قدامنا هو اتنين من الدول اللي يعني كتير مننا شغال فيهم، حضرتك يعني في الإمارات وإحنا هنا في السعودية، فإحنا معرضين نشوف المرضى دول كتير. هو بس دي النقطة اللي أنا عايز أأكد مع حضرتك هنا. هو أولاً طبعاً نسبة السمنة في الدول العربية بالذات في منطقة الخليج بتبقى أكبر. يعني النظام الصحي أو التأمين الصحي المتوفر للمرضى الموجودين في الدول دي برضو بيساعد ان هم يعملوا العمليات دي، وبالتالي بتبقى متوفره بشكل اكبر. ويمكن لان في وعي اكبر كمان باضرار السمنه ومشاكل السمنه، او برضو يمكن لان في تاثر بالميديا والشكل الجسم، يمكن برضو بيأثر جدا على اللايف ستايل والسوشيال لايف
والانتر اكشنز في الدول الخليجية وفي العالم كله بصراحة. موجود عندنا هنا من اكتر الجايد لاينز برضو اللي فيها تفاصيل عن الاسسمنت، مجموعه من الاسوشيشنز مجتمعين، حوالي 5 اسوشيشنز في امريكا، اللي هي الامريكان اسوشيشن اوف كلينيكال اندوكراينولوجيست، والامريكان كوليدج اوف اندوكراينولوجي، الاوبيزيتي سوسايتي، الامريكان سوسايتي فور ميتابوليك اند بارياتريك سيرجري، والأوبيزيتي ميديسين أسوشيشن، والأمريكان سوسايتي أوف أنستيزيا، عاملين حوالي 85 ريكومنديشن في حوالي 254 صفحة. بصراحة يعني مغطيين كل الحاجات اللي ممكن تخطر على بالك، ولكن هي برضو مش أورجانيزد قوي، هم كأنهم قعدوا واجتمعوا وجاوبوا على معظم التساؤلات، بس برضو ما حطوش guidelines يعني. تمام كده. انا عايز دلوقتي هندخل في الملف اللي هو كنت عامله من فترة كملخص للسيكولوجيكال اسيسمنت، موجود دلوقتي في الشير. هل تحب في هنا شويه اسئله يا دكتور محمد، تحب ناخدها الاول ولا تقول اللي هو الملخص بتاعك؟ يا ريت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الاول اسئله هنا من على الشات، وفي اسئله من على اليوتيوب، فدكتور خالد معايا؟ معاك يا دكتور، اتفضل. طيب هو الاول اول سؤال هنا معانا لدكتور حسين كاتب، بيقول it's noted here to avoid the extended release tablets. However, some studies suggest the opposite after the operation. Any thoughts of why? يعني هو السؤال على حتة الـ extended release والـ immediate release tablet. ف يعني عايز يعرف رأي حضرتك كيف الموضوع ده. هو مش منطقي ان في ستاديز عن الاكستند بتفضل الاكستندد ريليز مع مرضى البارياتريك سيرجري، مش منطقي خالص يعني. انا قريت ريكومنديشن كتير من الكلام ده، لان هم طبعا عندهم مال ابزوربشن، يعني هم عندهم مال ابزوربشن. يمكن لان انت عايز دواء يقعد فتره في المعده محسوبه عند البني ادم ان هي طولها كذا، فهو بتقعد المفروض ان الاكل بيقعد عندك في الجت فتره معينه، الشركه بتصنع على اساسه الاكستندد ريليز ده، فانت اصلا قصرت المسافه وقصرت المده وعملت مال ابزوربشن كمان، ويعني بحاجات بتنقص زي البايل والحاجات دي. ف يعني ازاي هيبقى الاكستندد ريليز مفضل؟ صعب. انا وافق طبعا، هو عشان الشباب اللي حاضرين معانا، هو العقيده الاساسيه اللي احنا لازم نبقى فاهمينها، وبعد كده فيها استثناءات، لكن الاساس ان هو بعد الجراحه ديت المرضى دول هيحصل لهم ابسوربشن لكل الادويه، والادويه كلها هتسقط، ما عدا طبعا استثناءات معينه زي ما قال دكتور محمد، الفيلا فاكس ما بتاثرش، او زي ما احنا قلنا مثلا ليثيوم ان هو فيه يعني نارو ثيرابيوتيك اندكس، لكن هو الاساس ان هو هيحصل مال ابسوربشن. طيب في سؤال تاني من دكتور مسمي نفسه سايكوما، طبعا ده كويس يعني لنا الشرف اللي بقى عندنا فيروسات بتطلع على النت، بيقول I think the microbiome when gut bacteria are changing by gut inflammation it activates the brain chemistry centrally through vagus nerve. هو يعني بيقول زي تعليق، فانت رأي حضرتك يعني موجود ده ليه علاقة بالفيغاس؟ موجود، بيعتبروا ان الفيجاس نيرف حاجه زي الهاي واي كده ما بين الجت وال صح. عندنا الفي ان اس بيحس البرين وان هو في سنسوري ويعني ريسبتورز موجوده بتوصل من الفيجاس بتوصل، يمكن في زي ما انا قلت كيميكلز بتطلع من البكتيريا دي بتحفز الفيجاس نيرف توصل رسائل، يعني غالبا احتمال. في سؤال تاني من الدكتور حسين بيقول what is the proper timing to start psychotropic medication after the surgery since few weeks after the surgery the patient is only on fluids thank you. يعني هو شايف ايه الوقت المناسب اللي انت تترجع الادويه بتاعتك تاني، طبعا لو كان المريض ماشي عليها قبل الجراحه،
وخاصة إن هو بياخد يعني أغلب الأغذية بتاعته تكون دايتس أو مخلوطة أو كده، فرأي حضرتك إيه؟ لو بنتكلم على الأدوية السيكاتري طبعا أنا هو بيتكلم على السيكوتروبيك بس. طبعا أز اللي أز بص يعني أنا ما 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 هي المشكلة كمان يعني إن مفيش حاجة تمنعنا إن إحنا نرجع الأدوية يعني. بس هي المشكلة إن أنت عندك في فترة حوالي أسبوعين المريض ما بياخدش فيها أي حاجة غير يعني ليكويد يعني لازم تبقى حاجة ليكويد جدا يعني. فلو هو دواء بيتطحن مثلا وينفع ندوبه كويس جدا ما بيعملش ريزيديوالز وكده وما بيأثرش على يعني على السيرجري نفسها في الأول في مرحلة الهيلينج وكده، أنا عادي ممكن أبدأ الدواء. ولكن أنا في يعني في تجربتي معظم المرضى بنأجل الجراحة لغاية لما يبقى ستيبل جدا لدرجة ان احنا ممكن نقدر نوقف الدواء مثلا وبعدين يعمل العملية، بعدين لا قدر الله لو حصل ريلابس مع الفولو اب يعني المريض هيروح يعمل الجراحة وفترة الريميشن بحيث انت مطمن ان الناتشرال كورس بتاعه ستيبل ومش هيرجع لك تاني بسرعة يعني. يعني انت تبقى قابل زي ساعات احنا بنستخدم الفكرة دي في الحمل لما بنبقى متأكدين ان الست في ريميشن كويس ونخليها تحمل بحيث براحتنا بقى نوقف الأدوية يعني. هو انت اصلا لما تيجي تعمل اسيسمنت يعني للكاباسيتي او يعني للكوجنيتيف فانكشن او يعني هو الراجل هياخد قرار وهو ديبريشن ازاي؟ لو هو سيفير ديبريشن يعني هو خد القرار ده بناء على ايه؟ ما يمكن داخل العمليه ينتحر يعني، مش داخل العمليه يحسن حياته يعني. فالمفروض يعني ما يدخلش وهو ديبريست يعني. طيب في سؤال تاني من دكتور حنيفة بيقول What are the long-term side effects of bariatric surgery؟ أنا مش عارف هل هو يقصد عموما ولا في الطب النفسي، لأنه دكتور محمد طبعا شرح حاجات كتير، بس يعني لو هو يوضح إحنا شرحنا على long-term. لو في لو قلنا حاجات فيزيكال يعني هنبدأ من أول، هنبدأ طبعا في short-term إحنا قلنا في mortality وقلنا في ليكينج ممكن يحصل، قلنا ممكن انتستينال اوبستراكشن، ممكن يعني كل الجراحات كل الكومبليكيشنز اللي بتحصل ما بعد الجراحه بليدنج، كل ده انفيكشن سيكندري انفيكشن، كل ده ممكن يحصل. لكن احنا بنتكلم على اللونج تيرم. على اللونج تيرم في عندنا الدامبنج زي ما قلنا الدامبنج سيندروم، قلنا برضو لو تلخصنا الدامبنج يا دكتور محمد، لان طبعا هي حاجه ليها علاقه بالجراحه اكتر وليها علاقه بالنوع الاكل يعني، بس هي عشان الكلمه غريبه هتبقى عند الدكاتره النفسيين. الدامبنج سندروم في عندنا ليت يعني ايرلي دامبنج اللي هو بيحصل في اول 30 دقيقه، وفي ليت دامبنج اللي هو بيحصل بعد 30 دقيقه. الاول 30 دقيقه دي المريض لو كل حاجه بكميه كبيره فيها سوائل كتير ممكن يجيله نوزيا، بيبقى لايت هيدنس وفتيج ويعني بيبقى ما بيقدرش يتحرك. الاكل كبس على نفسه يعني، بتحصل لنا الهايكر بدايه بتحصل لنا مثلا بالبلد يعني. زي ما بتحصل لنا بعد الصيام مثلا، الناس اللي بتفطر مره واحده حاجه تقيله ويشرب الهاي كارب دايت كده يعني، الهاي كارب دايت هم اللي بيعملوا الحركه دي بالظبط. في بقى برضو نفس الاعراض ممكن تحصل لو هو بياخد مثلا هاي كارب دايت، برضو بتحصل له نفس الاعراض بعد احتمال ممكن توصل لساعتين. هو بس في حته انا احب كده اشاركك بيها يعني، طبعا كنت شفتها في البي ام جي بيست براكتس، ان هو الكات اوف تايم بتاعه بين الايرلي اونست والليت اونست كومبليكيشنز بتاعه الجراحات دي هو شهر. فاي حاجه قبل شهر دي بيعتبرها ايرلي اونست كومبليكيشن، واي حاجه بعد شهر بيعتبرها يعني زي ليت اونست او لونج تيرم كومبليكيشن. فما اعرفش ده هينطبق على الطب النفسي ولا هو يكون بيستخدم الكات اوف دي بالنسبه للمشاكل الصحيه العاديه يعني. لا هو اغلب المصطلحات دي تقصد الحاجات الفيزيكال يعني. دكتور حسين بيتكلم، احنا جاوبنا سؤال طبعا السايكاتريك ميديكيشن. في سؤال موجود
بيقول patient in general should ask about alcohol abuser and should warn before bariatric surgery where alcohol absorption decrease after surgery and alcohol toxicity probability will be high. يعني عايزين نسمع تعليقك دكتور محمد على الالكهول مع المرضى دول. في توصيات موجودة للمرضى من ضمن الإديوكيشن اللي بيتقالوا إن هو كميات الألكحول لازم تقل يعني وتأثير الألكحول بيبقى أسرع وإن هو لازم يبقى فاهم الحاجات دي بعد يعني قبل العملية إن هي ممكن تحصل أو هتحصل بالفعل يعني بعد العملية. تمام دكتور خالد معاك أسئلة على اليوتيوب لأن خلصت الأسئلة. تمام في سؤال دكتور محمود حمدي بيسأل I remember some consultant advice regarding microbiome supplements for depression. What's your advice? هو حتى الآن مفيش يعني دواء أو ما يعني نوع من أنواع الميكروبيومز اللي عليها studies واضحة بتقول إن هي بتحسن الدبريشن. تمام يعني ما حدش انتج منتج كده وعمل عليه بحث على حد علمي يعني. تمام ولكن لو انا يعني بمراجعتي كده وانا براجع كده يعني لو بصينا على زي ما قلنا الفيرماكيوتايدز دي اللي هي بتنزل بعد العمليه وبرضو عند المرضى بتوع الدبريشن انا على ما اذكر ان من اكتر حاجه بتزودها كبروبايوتيك معروف جدا احنا كلنا بنستخدمه في البيت يعني هو الفينيجر او الخل. طيب. ده على ما يعني ده حسب ما انا يعني فاكر يعني. هو طبعا انت عارف يا دكتور محمد دايما التدخلات ديت والحاجات اللي هي ليها علاقه زي بالنظارات والدارك لايت والحاجات دي ما للاسف الدرس كويس لان هي رخيصه ومش مربحه يعني فما فيش شركه هتروح تدرس الزبادي ولا الخل ولا الكلام ده فهو عشان كده احنا ممكن نحاول نساعد الناس ببعض النصايح اللي هي الرخيصه يعني. هو البروبايوتكس اللي موجود اللي بيتكلموا عليها اغلبها مش موجوده في الاكل العادي بتاعنا. تمام يعني هي نفسها كبروبايوتك اللي بيتكلموا عنها مصنعه ما هياش لسه موجوده في الاكل العادي اللي هو موجود في السوبر ماركت. موجود منها في بعض المنتجات اللي بتتباع بس مش برضو مش معمول بقى الدراسة على المنتج يعني هو كل واحد عمل منتج وقال انا عندي البكتيريا دي حاططها لان انتوا قلتوا ان هي دي لكن ما حدش مسك المنتج بقى وعمل عليه ستادي وشاف على حد علم. طيب احنا معانا اسئلة تانية دكتور خالد اعتقد كل الاسئله بتتجاوب عليها دلوقتي حاليا. طيب هو دلوقتي يا جماعه بقى احنا معانا جزء براكتيكال جدا وهو ده اللي انا هعتبره الجوهره والهديه بتاعت النهارده اللي جابها لنا الدكتور محمد وانا هشاركه معاكم على الشات دلوقتي تقدروا تنزلوه. هو الدكتور محمد عدينا زي خريطه وخطه عمل كده لما هنروح نرد في الاقسام لان انت هترد لازم تمشي على نظام ونقط. فبسم الله الرحمن الرحيم اتفضل دكتور محمد وانا هشاركه معاكم على الشات دلوقتي. تمام الملف ده انا يعني لان انا فعلا اتفاجئت في بدايه الموضوع ما كنتش عارف اتصرف ازاي فكان لازم احط زي ملخص كده ان احنا نعرف ننجز مع المريض لما نقعد معاه ازاي نساله او نطمن منه على ايه وكذا. فالنقاط الاساسيه اللي انت هتسال عليها المريض اللي قاعد قدامك ان انت هتشوف هل الى اي حد هو مستعد او متحفز ومتحمس ان هو يعمل العمليه. يعني لو واحد لسه متردد او واحد لسه بيفكر ما ينفعش ان انت تقول اوكي خلاص يلا ده الراجل جاهز ما هو نفسه اصلا مش متحمس. تمام نوع الجراحة زي ما قلنا إن لازم يبقى فاهم كل عملية وإزاي مشاكلها وإيه الأفضل طب دي مختلف عن دي في إيه طب دكتور التغذية شرح لك إيه اللي بعد العملية هيحصل أنت هتاكل إزاي ده برضو جزء لازم تتأكد إن المريض ده فاهمه. المشكلة إن إحنا عادة
في المستشفيات بيقولوا يعني ايه ده السيكاتري ده اسهل حاجه، يلا روح اعمل الاول سيكاتريك اسيسمنت. طب ما يعني المريض بيجي لك تبص تلاقيه ايه لسه بيفكر ومش فاهم هو يعمل انهي عمليه، وفي نفس الوقت يعني الجراح اصلا ما شافوش يعني ما قررش انهي عمليه هو نفسه المناسبه ليه. فطب انت على انهي اساس عملت الاسيسمنت؟ يعني انت السيكاتري انا هعمل لك اسيسمنت على حاجه لسه احنا ما عرفناش هي ايه، تمام؟ فالحاجة التانية أنا برضو بشوف إن المفروض نشوف السوشيال وسبورت بالذات لو تين ايجر، ودلوقتي على فكرة بقى مسموح مع انتشار الأوبيزيتي في اليونج ايج وكده إن العمليات دي تتعمل. فلازم أتأكد إن البيرنتس موافقين وإن هم سبورتنج للولد ان هو يعمل العمليه دي، وهل العمليه دي فعلا احسن حاجه ليه؟ يعني هل في فاميلي هيستوري مثلا لامراض زي الدايبيتس وكده، وفي فشل كبير في الدايت، وفي يعني مشاكل تستدعي ان انا ابدا بعمليه زي دي في يونج ايج وكده، تمام؟ طبعا الافضل في الشباب او في اليانج ايج دول ان احنا نعمل العمليه اللي هي اقل في المضاعفات، واللي هي لسه ممكن يعني ما يحصلش فيها مال نيوتريشن بالذات على المدى الطويل اكتر، اللي هي مش الجاستريك بايباس اللي هي السليف. طيب برضو من ضمن الحاجات بنشوف ايه هي الامراض النفسيه طبعا اللي ممكن تمنع المريض ده ان هو يدخل العمليه زي دي. يعني هل في ديبريشن؟ هل المريض ده دخل قبل كده في سيفير ديبريشن وعنده سوسايدال ثوتس بالذات في الخمس سنين الاخيره مثلا؟ في الحاله دي انا صعب ما بصراحه ما اقدرش ان انا اوافق على اجراء عمليه زي دي، الا اذا في فعلا لايف ثريتنينج سيتويشن ان الراجل ده هيدخل في اثيروسكلروزز لدرجه ان هو هيجيله بعد خلال زي ما هم متوقعين مثلا يقول لك خلال سنه هيجيله هارت اتاك وممكن يموت فيها وكده. طب ما لا، ساعتها الريسك بنفيت احنا بنحاول نوازن ما بين المشاكل اللي هتحصل والفوائد اللي هتيجي. طب هنا دكتور بديع انا عايز بس يعني نطلع بنقطه عمليه، لان طبعا المواقف هتختلف. انت طبعا ممكن انا وانت في اماكن حكوميه ولا ما هندي ريكومنديشن هنديها بطريقه معينه فالجراح هيلتزم، لكن افرض حد في قطاع خاص والمريض ده يعني هو اللي طالب يعمل الجراحه او كده، وبالتالي يعني هو يعني ممكن بيبقاش بدرجه كبيره ما يلتزمش او هيروح، فهل احنا ممكن نقدم التوصيه بتاعتنا دي بطريقه فيها نوع من اللي هو نحافظ على مصلحة المريض، اللي نقول له مثلا انت دلوقتي مثلا ما تقدرش تعمل الجراحة دي، احنا محتاجين مثلا 6 شهور متابعة معانا وعلاج مثلا مكثف في العيادة النفسية لغاية ما نقدر نقرر تاني، او من 6 ل 9 شهور على حسب انت الابيسود اللي انت شايفها ايه او المرض اللي انت شايفه ايه. يعني اقصد هل انت شايف من خبرتك اللي احنا ممكن نقدم النصيحة بطريقة تانية؟ طيب بحيث ما نبينش للجراح ان المريض ده ديسكواليفايد، لان الديسكواليفيكيشن ده هيبقى قرار صعب شوية. طيب هو انا بس عايز يعني اقول نقطه، هو لا الجراح عنده قدره كبيره يعني ان هو يتوقع الكومبليكيشنز اللي هتحصل في المرضى والا كان منعوها. يعني الكومبليكيشنز اللي احنا قلنا فيه مورتاليتي، قلنا فيه دامبنج سندروم، قلنا فيه هرنيا، قلنا فيه يعني برضو اللي هي الشورت تيرم، الحاجات اللي بتحصل كل دي حاجات لو هو عنده قدره ان هو يتوقعها كان هيقدر يمنعها. كذلك انا في السيكاتري ما عنديش قدره كبيره ان انا اتوقع الناس اللي هيحصل لها سوسايد وسيفير ديبريشن وانكزايتي. فانا في النهايه اللي هقوله هو ريكومنديشن، توصيات، ما بقولش حاجه قاطعه. يعني بس انا كان دلوقتي في الموقف اللي حضرتك فتحته انه في مريض اكتف قدامك، في مريض اكتف مثلا مود او اكتف سايكوزز، وانت مش التوصيه بتاعتك ان هو مش جاهز دلوقتي، فالتوصيه بتاعتك اللي هو مش جاهز دي ازاي نقدر نقدمها؟ زي ما انا جاي لك، زي ما انا جاي لك قدام شويه. طبعا التوصيات بتختلف، فهنقول قدام شويه النتيجه بتطلع ازاي. فاحنا بنقول برضو
لو هنمشي بقى سيستماتايز يعني كل اللي انا شرحته في اللي فات ده برضو كان يعني الى حد ما فيو يعني، بس بقول ايه اللي انا داخل اعمله مع المريض ده. لكن لو مشينا سيستماتايز انا بفتح الميديكال ريكوردز بتاع المريض ده وبشوف الايج، البادي ماس اندكس بتاعه، الكوموربيد كونديشن، بشوف ايه هي الـ يعني المحاولات السابقه مع التغذيه، وقارنها بالجايد لاينز المتبعه في المستشفى بقى. يعني في كل مستشفى ليها بوليسي المفروض، يعني انا كنت عامل البوليسي في المستشفى اللي انا فيها على اساس ان انا يعني يمكن كنت اكتر حد خبره في الموضوع، فكتبت البوليسي دي واتفقنا على شويه شروط. فكان من ضمنها ان احنا يكون المريض مثلا تابع مع دكتور التغذيه مثلا لمده شهرين او ثلاث، في بعض الدول بتشترط سنتين. يعني في مثلا في سويسرا هتقول لك لا، المريض بتاعك قبل ما يتاكد ان هو مر على النيوتريشنست وقعد معاه او الدايتيشن قعد معاه لمده سنتين. بعد كده هنعمل السيكاتريك انترفيو. السيكاتريك انترفيو العادي هناخد الهيستوري والمنتال ستيت، وبعد كده نركز على الايتينج هابيتس عشان نطلع لو كان في ايتينج ديس اوردرز. وفي حاجات يعني المريض ما بيقولهاش، ولا هو اصلا بيبقى معتبرها ان هي مشكله، يعني زي الجريزنج مثلا. جريزنج ده نوع من الايتينج ديس اوردر اللي هو احنا بنسميه نقنقه، يعني طول الوقت عمال ياكل، طول الوقت عمال يلقط من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. في مثلا السبستانس ابيوز، الريسك تيكينج بيهافير، ده من الحاجات برضو اللي لازم اركز عليها، لان ده من ضمن الحاجات اللي بتبين الامبالسيفيتي واحتمالات السوسايد وهكذا. من ضمن الاسسمنت ان انا راجع الادويه لو كان هو اصلا سايكاتريك على سايكاتريك ميديكيشن، واشوف الادويه دي وعلاقتها والانتر اكشن بينها وبين الانستيزيا، واشوف بعد العمليه هنقدر نغيرها لايه، وايه المشاكل اللي ممكن تحصل كوزدرول مثلا من الادويه السايكاتري او ديسكونتينيويشن او كذا. بعد كده انا بخش اشوف الاسسمنت اوف كاباسيتي تو ديسايد ذات هي كان دو ذس بروسيجر. المريض بشوف هل هو على قدر من الوعي يعني الحكم ان هو يقدر يقرر قرار زي ده، ولا هو اصلا يانج ايج ولسه مش فاهم، ولا هل هو مثلا ما عندوش انسايت ومش قادر يحدد الفرق ما بين الكومبليكيشنز والحاجات اللي هتحصل وهكذا. الليفل اوف موتيفيشن مهم جدا، تمام. الكومبرهنشن تو سيرجيكال بروسيجر، زي ما قلنا لازم يكون الجراح شرح له ايه هو الموضوع وازاي هيحصل وهيقعد كام يوم في المستشفى، هيخرج ازاي، هياكل ايه، ايه التشنجز اللي هتحصل، بالذات ايه التشنجز اللي هتحصل في الدايت بتاعته بعد العمليه. في ريكومنديشنز كتير جدا بتقول ان هو لازم يبدا التشنجز دي من قبل العمليه باسبوع باسبوعين عشان يتعود عليها. برضو هشوف درجة الكومبلاينس، هل المريض ده عنده هيستوري ان هو كومبلاينت للتريتمنتس وبياخد الأدوية، لان الراجل ده في بعض العمليات لازم ياخد الفيتامين بي مثلا، وإلا هيدخل في ديفيشنسي وبعدين نيوروباثي ومشاكل تانية، او يدخل في مال نيوتريشن وهكذا. طيب برضو من ضمن المشاكل بتاعت الامبالسيفيتي، اذا كان المريض ده والايتينج ديس اوردر، اذا كان المريض ده برضو عنده مشكله، احتمال كبير ان هو يعني في الاسبوعين اللي فيهم ريستريكشن كبير في الدايت ان هو ياكل حاجه يعني تعمل له كومبليكيشن كبيره جدا، تدخل في بروتونايتس او حاجه زي كده، لو ما التزمش بنوع الدايت. زي ما قلنا الفاميلي سبورت بالذات في اليانج ايج. وبعد كده انا بحوله ان هو يعمل سايكولوجيكال ايفالويشن مع السايكولوجيست، بيعمل له الاختبار اللي انا شايف ان هو مناسب للحاله. في بعض الريكومنديشنز او التوصيات اللي موجوده في بعض البيبرز اللي احنا كتبناها دي،
أصلاً التقييم بيعتمد بشكل أساسي أكبر على السايكولوجيست مش على السايكاتريست. فالسايكولوجيست هو اللي بيبدأ يعمل الاختبارات وياخد الكوشنيرز المتاحة، وبعدين إذا كان شايف إذا كان في منتل ديس أوردر أو حاجة محتاجة تريتمنت أو كذا بيحولها للسايكاتريست. انت كذلك لو انت شايف ان لو التقييم هيعتمد على السايكاتريست في البدايه وانا شايف ان هو ده الافضل، هو انت بتقيم بعد كده بتختار مع السايكولوجيست، بتحاول تحدد ايه هو الحاجات اللي انت عايز تعمل لها سكريننج اكتر. زي مثلا لو انت شايف ان هو مريض ديبريشن بس اليجيبل، انت مثلا ممكن تعمل اسيسمنت للسوسايد، تمام، على اساس حتى بعد كده تبقى عارف بالسكور اللي معاك السكورز هتتغير ازاي على مدى طويل، وانت تاخد بالك ان في تغير حصل او كذا. او لو انت شاك ان مثلا في دراج ابيوز وعايز تعمل برضو اي سكريننج للدراجز، في بعد كده انت خلصنا كده البري سيرجيكال ايفالويشن. سريعا البوست سيرجيكال ايفالويشن على حسب الجايد لاينز او اللي احنا عرفناه في السلايدز اللي شرحناها دي والدراسات، يفضل ان انت هتتابع المريض ده بعد شهر وبعد 6 شهور ولمده او كل 6 شهور لمده 5 سنوات. هتختلف برضو، ممكن يبقى مريض بقى لو انت لاحظت ان فيه ريلابس ممكن تقلل المدة، ممكن تزود المدة لو انت خلاص حاسس انه المهم ان يكون فيه لونج تيرم فولو اب، لان معظم المشاكل بتحصل على اللونج تيرم، معظم المرضى بتحسنوا في البداية والمشاكل بتحصل مع اللونج تيرم. ودي برضو في زي ما انا حاطط برضو من الديبريشن والسوسايد ريسك سكيلز او التيستس اللي موجوده. السؤال اللي انت كنت بتساله يا احمد هنا ده القرار انا كان في وجهه نظري ان هو هيبقى حاجه من 4، يا اما الراجل ده اليجيبل خلاص وهنتابعه بعد كده على اللونج تيرم لان احنا برضو ما بنبقاش عارفين، يا إما الراجل ده مش إليجابل في الوقت الحالي بس محتاج فيردر سيكولوجيكال تريتمنت، إن إحنا محتاجين نتابعه بس فترة حسب المرض اللي أنت شايفه أو المشكلة اللي أنت شايفها قدامك دي، فهنأجل شوية قرار العملية. يا إما إن أنت شايفه إليجابل بس محتاج دواء، يعني انت محتاج مش متابعة بس دلوقتي، ده محتاج ان هو يتعالج بعد العملية ويتابع بعد العملية وياخد ادوية قبل العملية وبعد العملية، او ان انت شايف ان هو يعني المريض ده acceptable زي ما قلنا في الاول، لا اول مريض مرفوض ممكن اللي هو اول واحده اللي هي مريض مرفوض لو هو عنده يعني سترونج هيستوري اوف سوسايد مثلا او سابس او كارنت سابستنس ابيوز بروبلم، لو هو عنده مشكله يعني في السابستنس ابيوز، ممكن برضو البيرسوناليتي ديس اوردر حسب نوعها ومدتها وقوه المشاكل اللي طالعه منها ممكن يبقى المريض هو برضه كان في ملحوظه هنا عشان السابستنس اللي اتقال على المرضى دول ان هم بيبقوا سهل قوي يخشوا في الاوبيويد يوز لو الجراحين وصفوا لهم مسكنات الاوبيويد او كده، فطبعا الحته بتاعت السابستنس دي مهمه قوي لان في اوبزرفيشن ان هم المرضى دول ريسك فاكتور لو الجراحين وصفوا لهم المسكنات دي ان هم ياخدوها بطريقه الليست او بطريقه ابيوسيف يعني. اللي عنده هيستوري طبعا. طيب انا كده يعتبر خلصت، واتمنى ان يكون في مداخلات او حد يفيدنا باي حاجه ناقصه او حاجه فايتانه في الموضوع او معلومه جديده او كذا.
والله دكتور محمد انا مش عارف اشكرك ازاي. الاول شكرا دكتور محمد عبد البديع استشاري الطب النفسي اللي هو ازاي شاركنا بالذات الملف ده، لان طبعا اي حد بيشتغل عارف ان النقط العمليه دي هي اللي احنا بنبقى يعني محتاجينها او بنتزنق فيها لما نروح نرد على حد او بتتطلب او مثلا يجي لك كونسلتيشن من جراح، وخاصه المرضى دول زي ما احنا عارفين هم نوعين اساسيين، يا اما يانج ادلت ولسه قدامه طبعا حاجات وعايز يتجوز وعايز يعمل شباب بيجوا او بنات، يا اما بيكون واحد مثلا ميديكال ال وعنده دايابيتس فكلا الحالتين هو محتاج الجراحه، واحد عشان يبتدي يبني حياته، واحد عشان يعالج المشاكل الصحيه، لان طبعا جراحات السمنه دي اصبحت من العلاجات الاساسيه اللي بتعمل دايابيتك ريميشن، يعني ممكن تدخل دايابيتس في ريميشن. فالاول بشكرك دكتور محمد اللي انت يعني شاركت معانا الخبرات ديت والخبرات عمليه طبعا، وبالذات اللي احنا راجعنا يعني حضرتك جبت لنا الحاجات الجديده لغايه اهو من شهرين. فيا ريت لو في حد معانا عايز مثلا يشارك بالصوت يستخدم علامة الكف يرفع ايده نفتح له الصوت، او لو عايز يحط اسئلة تاني غير الحاجات اللي احنا قلناها يا ريت يحطها بس في المربع بتاع الكيو ان ايه، واحنا فاتحين لو اي حد عايز يشارك احنا تحت امركم يعني يقدر يتكلم. يعني دكتور محمد هو بس حد كان بيسأل ازاي اتواصل معاك، لو ممكن بس حضرتك تكتب لهم الايميل في الشات او بعد كده نحطه على اليوتيوب مثلا، ممكن نحطه في الديسكريبشن بتاع اليوتيوب بعد اذن حضرتك. هو حد من الدكاتره بيسال ازاي يتواصل مع حضرتك. هو احنا المحاضره ديت حاليا لايف على اليوتيوب، وممكن نحط الكونتاكت بتاع دكتور محمد في الديسكريبشن ان شاء الله. هو دكتور محمد حطها هنا، هنسخها تاني عشان كل الناس تشوفها. ده الإيميل بتاع الدكتور محمد هو موجود في الشات حاليا. في حد يحب يتكلم صوت ونفتح له الصوت؟ لو في حد معانا أهلا بيه يعني شرف طبعا. دكتور كريم درويش اتفضل دكتور كريم. ازي حضرتك؟ أهلا دكتور كريم، أخبارك إيه؟ اخبار بكونوا بخير. الله يكرمك، معاك الدكتور محمد اتفضل. أهلا بسعادتك دكتور محمد. أنا بس شايف يعني بتكلم على خبره شخصيه مع مريضه انوريكزيك، وكانت كنترولد والامور كنترولد جدا، وكان معاها ديبريشن وبرده كنترولد، وكان معاها شويه انكزايتي وبرده كنترولد، لكن جات لي في النهايه يعني في الاخر بتسالني هي عايزه تعمل زي مش برياتريك سيرجري قد ما حاجه زي شيبنج سيرجري او كوزموتيك كده. يعني انا شفت الموضوع مش بعيد قوي عنها، ولكن كنت بتكلم هل يسموها كونتورينج يا دكتور كريم؟ كونتورينج اللي هتعدل بقى في الشكل ايوه بالظبط. وهي فعلا يعني وهي بتكلمني الامور كنترولد وحتى السيمتومز كنترولد شويه، وقالت لي بس الحته دي اللي هي عايزه تعملها كونتورينج متضايقني، فممكن اعملها. انا وقعت في دايلما اخلاقيه شويه ما بين ان انا شايف ان الامور كنترولد وممكن تعمل حاجه بسيطه، او ان اكون انا بتواطأ مع المرض بقى. ف يعني انا مش عارف بقى خبراتكم في الحته دي. انا قلت اعرضها بس، انا عارف ان هي مش بارياتريك سيرجري صريحه طبعا، ولكن هي من ضمن الحاجات الموجوده حاليا طبعا. فهل لو في عيانه انوركسيك والامور كنترول، انوركسيا نيرفوزا والامور كنترول الى حد كبير، والايفن حتى الكومبليكيشنز كنترول الى حد، هل ممكن نعمل كده؟ يعني هي عايزه تعمل بلاستيك سيرجري، مش هتعمل بقى بارياتريك. مش بارياتريك مظبوط. تمام. بترك لكم الاقتراحات. انا هجاوب قياسا يعني هو انا دلوقتي لما بعمل اسيسمنت للمريض بشوف هل هو عنده كاباسيتي فعلا ياخد الاجراء ده. يعني اولا هو واعي وفاهم ايه المشكله وعارف تاثيرها، وفعلا الاجراء ده هيحل المشكله دي، ولا هتيجي بعد العمليه تقول لا هذا مش هو ده اللي انا كنت عايزاه اصلا وما عملش الا، ويطلع الموضوع اصلا ديسمورفوفوبيا تمام اون توب اوف انوركسيا اصلا اللي هي اصلا فيها مشكله بادي ايمج. فانا يعني برضو لازم اقيم القرار كله ووعي المريضه كله بناء على يعني بناء على المريضه نفسها تمام وضعها قدامي والمرض اللي موجود، بغض النظر عن الانوركسيا، لان يعني الانوركسيا هتتاخد في الاعتبار كهيستوري وكمشكله موجوده، بس القرار الجديد دلوقتي خاص بالبادي ايمج
او بمشكله معينه في الكوزموتيك، فهل هي واعيه ان هي دي فعلا مشكله تستاهل ان هي تعمل لها العمليه دي، فعلا مؤثره في حياتها من الناحيه النفسيه يعني؟ ده اجابتي من الناحيه النفسيه يعني. من الناحيه الدينيه والاخلاقيه انا ما عنديش اجابه بصراحه. تمام، شكرا لك، ما تسلم لنا يا رب. انا معاك يا دكتور عبد البديع، انا هوافقك، انا بس احب اعلق على السؤال ده لان هو سؤال جميل فعلا يا كريم، شكرا. هو طبعا الحته دي يعني هوافق فيها دكتور عبد البديع، اللي احنا هنقيسها على البرياتريك، لان البرياتريك هي اكتر واحده اتدرست وان كان لسه الموضوع حتى في اوله، ولكن انا مريت بس ببحث وحيد في الموضوع ده، هو بحث وحيد ممكن يكون يفيدنا في الموضوع ده، اللي هو الناس اللي بتحاول تعمل كونتورنج لنفسها وكده، دول تحاولوا يفحصوا البرسوناليتي بتاعتهم وتشاف ايه وضعهم زي ما قال دكتور عبد البديع، لان كتير منهم بيبقى وراه ديسمورفوفوبيا او بادي ايمج ديستورشن او كده، ولقوا ان الناس ديت يعني في ثلاث حاجات اساسيه لازم تتقيم فيهم: الانكزايتي سيمتومز والسيلف دايركتدنس، هو واحد من الحاجات البرسوناليتي اللي يفحصها السايكولوجيست مش احنا، والهارم افويدنس، ودي برضه برسوناليتي تريت. لما لها من علاقه بعد الجراحه ايا كان هي ايه، لان الجراحه دي زي ما قال الدكتور عبد الهادي فيها التزامات، دايما هو بيبقى هيعمل التزام مع الجراح وهيعمل زي تحالف ان هم هيبنوا حاجه، انت بعد الجراحه مطالب منك تاكل بطريقه معينه او تتبع مثلا اجراءات معينه، ولو هي جراحه كونتورنج هتلبس لبس معين وهتيجي تعمل حاجات معينه، ممكن يطلب منها تمارين معينه. فالناس اللي عندها سيلف دايركتدنس ضعيف او الهارم افويدنس ضعيف، الجراحات دي معرضه ليها تفشل، او الانكزايتي سيمتومز عندهم يعني عالية. فهنا ده اللي هيبقى التارجت بتاعنا اللي احنا نبص عليه قبل الجراحة، اللي احنا يعني نوعا ما هنحاول نبص على البرسوناليتي بروفايل زي ما قال الدكتور محمد، اللي احنا نفهم الكاباسيتي ونفهم استيعابه للموضوع دوت. وفي ظل اللي انا يعني شفته ما عداش عليا غير دراسة واحدة كانت في القصة دي، اللي هم بيحاولوا يفحصوا البرسوناليتي بتاعت الناس اللي بتطلب كونتورنج سيرجري، اللي طبعا موضوع الكونتورنج ده زي ما قال الدكتور محمد بقى في ميديا بريشر وفي ضغوط والناس كلها عايزه تقلد بعض، وجراحات يعني ما بقتش غاليه قوي، فيعني مش عارف، انا حاسس طبعا ان هي هتبقى فيها صعوبه شويه ولازم نستعين معانا بحد سايكولوجيست. فايه رايك يا دكتور محمد؟ طبعا اتفق معاك، اتفق معاك جدا. شكرا يا دكتور كريم. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك. معانا دكتور محمد ابو العزايم، اتفضل يا محمد. تفضل يا محمد، انا فتحت لك الصوت. السلام عليكم، ده دكتور احمد عيد. ازيك يا محمد، ليك وحشه جامده والله. انت اكتر والله، انت عامل ايه؟ فين ايامك وفين عياده الاطفال والشباب؟ حبيبنا والله يا دكتور احمد، وحشنا كتير والله. يا دكتور خالد كل سنه وانت طيب، ربنا يكرمك. دكتور محمد، دكتور محمد، كنا اتقابلنا في مؤتمر بتاع فايزر قبل كده في دبي. اهلا وسهلا، اهلا بيك، ازيك يا الاخبار؟ طبعا هي محاضره جميله وبحييك عليها، لان هو من التوبكس المهمه ومن التوبكس اللي في الحقيقه والمواقف اللي احنا بنقابلها كتير في البراكتس بتاعنا. يمكن انا في يعني سبيكترم بتاع عيانين بتاع الباي بولر، هو من اكتر العيانين يمكن هيبقى مور تشالنجينج، لان احنا برضو الادويه بتاعه الباي بولر، لو هنتكلم على الانتي سايكوتكس والمود وك ميتابوليك سيندروم، حاجه زي الاولانزابين والكوتايبين وايفن الريسبريدون، من ضمن يعني كادويه ليها افكت على الميتابوليك سيندروم والويت جين بشكل كبير، بالاضافه برضو الى الصوديوم فالبويت، ونتكلم حتى على الناس اللي هتبقى ماشيه على الديباكين كرونو والاكس ار فورميليشن، وبرضو نتكلم على الليثيوم والويت جين. فده يعني يمكن الفترة اللي فاتت تعرضت لكذا مريض كان باي بولر، وكنت يعني دايما بنصح بلاش نقطة العمليات المتعلقة بالويت، لان انا شفت قبل كده عيان برضو كان استجابته يعني كان بيتابع مع حد تاني وعمل عملية، وبعد كده انا شفته كان ان ريلابس، وللأسف كانت استجابة ضعيفة لأغلبية العلاجات وما تحسنش غير على الاي سي تي، وكان دايلاما يعني. فالبروفايل بتاع العيانين بتاع البايبولر حتى لو كنترول، انت ايه رأي حضرتك، ايه يعني تقدر تحطهم في انهو كلاسيفيكيشن من الاربع كلاسيفيكيشنز
اللي هو هل هو نستبعده خالص، هل هو الليجبل ونتابعه، هل هو نضبط علاجه ويبقى في ويعمل عملية في المينتنس. طبعا جيفينج ان احنا برضو البايبولاريتي الكورس بتاعها برضو والريميشن بتاعها، ولو حصل ريلابس والفترات العلاج برضو يعني بيبقى فيها اوقات كرونيستي. تمام. انا اشكرك جدا يعني على السؤال بصراحه، يعني بيثير يعني نقاط مهمه. فمبدئيا هو اي حاجه لازم تدرس لوحدها بكل معطياتها بكل مشاكلها، والقرار هيختلف من حاله للتانيه، ما فيش بايبولر هيبقى زي التاني يعني. فالمريض اللي قدامي انا دلوقتي انا برضو بقيس هو وزنه قد ايه، وايه الموربيديتي اللي موجوده نتيجه الاوبيزيتي اللي موجوده، ايه اللي متوقع نتيجه الاوبيزيتي دي يعني على المدى الطويل. ده اول نقطه. النقطه الثانيه ايه مدى يعني البيردن اللي موجود دلوقتي نتيجه برضو البايبولر ديس اوردر، اللي هو في بعض البايبولر بيبقى امورهم ممتازه وستيبل ومتحسنين، وممكن حتى ما بيحتاجش اورال ميديكيشن، يمكن حتى بياخد لونج اكتنج او ما بيحتاجش يعني مود ستابلايزر يعني صريح ان هو ياخده. ولكن برضو بحطه في الاعتبار نوع العمليه اللي ممكن تبقى افضل لي، ممكن درجه الكومبلاينس بتاعه واللي موجوده دلوقتي مع الدواء اللي هو عليه، السيفيريتي لما يحصل ريلابس، يعني هل هو لما بيحصل له ريلابس بيبقى بيكسر الدنيا بوز الدنيا وبيعمل مشاكل كبيره جدا، ولا بتبقى هايبومينيا ومشاكل بسيطه. كل دي امور بتتوزن مع بعضها كده، والقرار بيطلع في النهايه مالتي ديسيبلينري يعني مع بعضنا كلنا كفريق كده، وبنشوف ايه الافضل للمريض ده، وهو نفسه لازم يبقى مقتنع بيه. تمام. هل في مثلا دراسات معينه متعلقه بالبايبولر والبرياتريك سيرجريز، ولا يعني لسه برضو؟ لان طبعا التوبيك برضو توبيك يعتبر جديد، وفي يعني برضو حاولت قريت عليه من فتره. طبعا هو يعني انت التجميع اللي عاملها ما شاء الله تجميع جميله يعني، والله يكرمك. هو الدراسات قليله جدا على الدبريشن اصلا يعني، ده اللي في ايدينا. اللي موجود كده تخطيف يعني، حالات فرديه مرضين 3 4، دراسه كبيره على مجموعه مرضى سايكاتري، حتى مش باين في الدراسه مين هم، كم واحد فيهم كان ايه وكم واحد فيهم كان ايه، مين فيهم اللي عمل السوسايد ومين فيهم اللي معه. يعني الدراسات مش واضحه وقليله جدا، و بالذات يعني في الحاجات اللي هي غير الدبريشن. ما تنساش كمان ان المريض اللي هو يعني كرونيك بيشنت اللي هو غير الدبريشن كمان بيبقى عنده سوشيو ايكونوميكال بروبلم، يعني غالبا ما بيبقاش اصلا عنده قدره ماديه ان هو يعمل العمليات. تمام. انا بس عايز اشارك معاك يا دكتور محمد في السؤال ده بعد اذنك. هو طبعا هو بالفعل فعلا ما فيش حاجات منشوره في الموضوع ده، غير يمكن انا ما عثرتش غير في حاجه قديمه من 13 سنه كانت اتكتبت على المرضى البايبولر والديبريشن، واتقال فيهم ثلاث حاجات يعني موجوده، هي مقاله قديمه في السايكاتريك كلينكس، حاجتين قالهم الدكتور محمد دلوقتي في الاجابه وفي حاجه قالها في المحاضره. الثلاث حاجات دولت هم بالترتيب الكومبلاينس والكوبينج وذ ستريس وموضوع السوسايد. الكومبلاينس زي ما قال الدكتور محمد ان كتير من المرضى دول بالذات المود مع الوقت انت بتبقى قادر تحدد هو قادر يبني تحالف علاجي ولا لا، اللي هو الثيرابيوتيك الاينس، ولا هيبتدي يسمع التعليمات، لان زي ما عرفنا من المحاضره مع الدكتور محمد دلوقتي الجراحه دي فيها تفاصيل كتير. يعني احنا يمكن ما نتكلمش في الجراحه، بس الجراحه دي فيها تفاصيل كتير، وزي ما قال الدكتور محمد بعضها بيتطلب من المريض قبل الجراحه، وبيطلب منه اللي هو يلتزم باكل معين او انشطه معينه او كده. فعمليه بناء التحالف او عمليه اللي هي الادهيرنس والكومبلاينس دي هيبقى تقييمها معاك. النقطه الثانيه اللي اتكلموا فيها موضوع الكوبينج وذ ستريس، ان هو المريض ده هيخش في جراحه
وهيقعد في مستشفى فتره، هيتغير طريقه حياته، هيبقى عنده نوع من الديبندنسي، وحد يقومه وحد يقعده، ويلاقي نفسه بيخش الحمام بطريقه. كتير من المرضى المود لازم ندرس في الهيستوري بتاعهم هم ازاي بيكوب مع الاسترس، استرس في حياتهم، لان ساعات الاسترس ده بيكون يعني ريلابسنج ليهم. فهنا هتبقى النقطه الثانيه اللي هتقيمها هي الاسترس كوبينج كاباسيتي بتاعته. النقطه الثالثه بقى واللي اتقالت في المحاضرات طبعا موضوع الهيستوري بتاع السوسايد والسوسايد اتيم، لان الجراحات دي في حد ذاتها هي ريسك فاكتور للسوسايدال بيهيفير في مرضى ما كانش عندهم حاجه، يعني ده اللي شفناه قبل كده. فاظن يعني دي الثلاث حتت اقدر اطلعهم، لكن انا برضك مش واعي ان في حاجه اتنشرت عن الموضوع ده، وفعلا ما لقيتش. يعني انا حاولت برضك اقرا مع الدكتور محمد وما لقيناش حاجات كتير. يعني شكرا لكم ولمجهودكم، ويعني سعيد ان انا على تواصل. الله يكرمك يا محمد وليك وحشه جامده، ربنا يكرمك. ان شاء الله تشوفك قريب، يعني ان شاء الله السفر يفتح ونتقابل باذن الله. ان شاء الله سلم على الرجاله في العباسيه كلهم. انت سلم لنا على كل حبايبنا اللي في السعوديه. ماشي. تسلم حبيبي، تسلم. ماشي. معانا الدكتور اللي هو الفيروس ولازم يعرف نفسه، اللي هو طبعا سايكوماتوكسا اللي هو احنا، رافع ايده، اتفضل دكتور. اتفضل دكتور، فتحت لك الصوت. هو في حد مسمي نفسه سايكوماتوك وانا رفعت ايدي؟ المفروض اللي هو ده يبقى المخترق بقى اللي هو داخل بنفس الاسم، يعني اتفضل. يمكن حاجه بالغلط. طيب يعني لو هو رفع بالغلط ممكن نكمل. في حد تاني يا جماعه عايز يسال او كده؟ طيب هو لسه رفع ايده وانا مش عارف. طب انا فاتح لك الصوت لو حضرتك عايز تتكلم، اتفضل. طيب خلاص. انا بتهيألي كده خلاص يا دكتور خالد ولا ايه؟ تمام، اعتقد احنا خدنا جزء اسئله كبير يعني. طب دكتور محمد انا مش عارف اشكرك ازاي وخبرتك يعني معانا، وان شاء الله هيبقى لينا مرات تانية معاك يا دكتور محمد، ويعني مش هتبقى اخر مره يعني ان شاء الله. الله يكرمك. بنشكر دكتور محمد عبد البديل اسماعيل، اتفضل. ان شاء الله كلها مرات حضور كمستفيد يعني. تمام. طيب بنشكر دكتور محمد عبد البديع اسماعيل، وانا شاكر جدا ليك يا دكتور محمد لشاركتنا، وبالذات الملف اللي اتحط في الاخر اللي هو طبعا في عصاره خبرتك وشغلك مع الناس. ودكتور محمد عبد البديع زي ما قلنا هو زميلنا طبعا في عمل الصحه النفسيه وفي مستشفى الخنكه واستشاري الطب النفسي. نشكرك يا دكتور محمد، و شكرا لكم جميعا على الحضور. المحاضره متسجله على اليوتيوب، ومن هنا ورايح كل محاضراتنا متسجله على اليوتيوب. بحب اعرفكم المره الجايه عندنا ضيف بردك، وضيف هتحبوه، هو الدكتور محمد عمرو شريف، زميلنا في جامعه عين شمس وحاليا شغال في جامعه ييل في الولايات المتحده. هيكلمنا عن الكيتامين، وزي ما انتم عارفين طبعا الكيتامين هو عليه كلام اكتر بكتير من الاسكيتامين، وعايزين المره الجايه نجهز نفسنا كده للكلام على الكيتامين، هيقول الجمعه الجايه ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور محمد، وشكرا لكم جميعا. شكرا، السلام عليكم. شكرا لك.